سموحه يهزم الاهلي 3-0 بعد شوط تاني دون المستوى من جانب النادي الاهلي. كابتن شريف نتيجه تقيله قوي يعني ما كناش نتوقعها ابدا، ما كناش نتمناها طبعا، ولكن لما يبقى عندك الاستحواذ والسيطره بنسبه كبيره جدا وسموحه تقوم مثلا بخمس ست هجمات وتجيب منهم 3 اهداف اكيد في اخطاء. بص يا كابتن ايمن، هتبص للنتيجه دي نتيجه متوقعه لاي فريق، خدت بالك؟ بيغير راحه سلبيه لراحه ايجابيه، لحاله بدنيه، لتركيز، لعوده لعيبه انها عندها مبدا البطوله اللي هي جايه بكاس العالم ده. فده شيء انا ما ببصش للنتيجه خالص، لو كنت ببص للنتيجه وببص للدوره دي كنت هتلعب من الاول باللاعبين دول وما كنتش هتدي راحه سلبيه ولا كنت هتعمل اي حاجه. اللي تستفيد منه النهارده العمق الهجومي بتاعك والتغطيه بتاعته. اللي تستفيد منه النهارده ازاي تقف على الحاله الدفاعيه وانت خاصه رايح تلعب المكسيك ورايح تلعب فرق مستوى اول في العالم كله. هي دي النظره. نظرة بقى انك انت النهارده ابتديت بالفرقه دي او لازم كنت تطعم ولازم تعمل ما اعرفش ايه، ده شيء بدني بحت، خدت بالك؟ شيء بتستفيد منه. انت جالك النهارده اكتر من كوره في اول هاف تايم كانت تغير النتيجه خالص. الراحه السلبيه بالنسبه لمكسيموني ومش قادر يتصرف في كوره ويجيبها جول ويخليك ليك انت الاسبقيه في المباراه، ده حال اي مباراه بيحصل فيها في ناس بتتوفق وفي ناس ما بتتوفقش. سموحه ما راحتش بالكم الكبير، 4-5 كرات في الماتش اتحقق منهم 3، انت رحت باكتر من كده بكتير قوي، وخاصه الشوط الثاني كمان كنت تقدر تعدل النتيجه 3-1 تعدل النتيجه 1-1 2-1 2-2، انما انت ما كنتش بتتوفق خالص في اي هجمه انت بتروحها. دايما اي يعني عشان بس يبقى الشكل بتاع المدير الفني او وهو بيحط اي فرقه بيبقى بيتوسم ان كل لعيب هينزل يديله اللي عنده. ايوه يعني اما تيجي تلاقي حسين الشحات وطاهر محمد طاهر مش موجودين النهارده، خدت بالك؟ تركيزا ولا لعبا ولا اي حاجه. بتتكلم يعني حضرتك على نواحي فنيه ونواحي بدنيه. انا مدير فني، انا مدير فني، النظره الفنيه بتاعتي بتاعت لعيب الكوره اللي عندي. أيوة. إن لازم ينزل يديني، ماشي، لازم ينزل. بتفرج على طاهر ده ماتشات بيغير نتيجه وماتشات. النهارده لعيبه بتتحسس المواقف، بتتحسس الاداء، مش عايز تتعور، مش عايز يبقى لهم احتكاك جامد جدا في الماتش، عندهم شكل كمان 10 ايام وهم بيدوروا عليه، فمين الارض كمان مش مساعده ان الكره بتطول الكره بتقصر، ممكن يخشوا في بعض يتعوروا. شفنا كذا كوره طاهر محمد طاهر اتزحلق في كوره لوحده كانت ممكن تاذيه في ركبته، تاذيه في اي حاجه. ففي عوامل كتير بتبقى نفسيه بين اللعيب وبين نفسه في المباراه نفسها يخليك يوصلك للاداء ده. فمش مش النتيجه اللي انا هبص عليها نتيجه تقيله، هو توفيق في 3 كور راحوا، في غياب بعيد جدا لياسر وربيعه ومحمود وحيد، الثلاثه دول في الموقف ده في المركز ده في الوقت ده ذهنيا التركيز مش قوي، بدنيا الضغط مش قوي جدا، ان كره تبقى واضحه جدا انها هتتلعب هيروحوا يلعبوا بالعرض دي، اما نشوف الاجوان حوالينا يروح سهل عاملها واحنا نقول ده هتخش والدنيا كلها شايفه وانت مش قادر تتصرف مش قادر تتحرك فيها. اذا بعد الزمن والوقت والغيابات اللي اللعيبه دي بعيد عنها اداك اللي انت شفته ده. الماتش الجاي ان شاء الله هيكون في شكل تاني وتفكير تاني، ان انت كده بتقرب بقى من الهدف بتاعك او الغايه اللي انت عايز انك انت تحضر اكتر لعيبه بالنسبه لك تجاه كاس العالم للانديه. سيبك من النتيجه النهارده يعني مش هو ده المعيار بتاعنا. صحيح. اكتر من انا كنت عايز اللعيبه دي اطلع مطمن عليها وما يكونش فيها اصابات النهارده. ده اللي يهمني كان يعني. طيب كابتن علاء، يمكن كابتن شريف ليه رؤيه ووجهه نظر مختلفه، واحنا بنتكلم بص انا خليني صريح معاك، الناس هتطلع تقول لك ايه دلوقتي؟ ايه؟ يا ريت لك لعبه صغيرين صح؟ تقول لك بص الصغيرين كانوا بيلعبوا ازاي، مش تقليلا من طبعا، بس انا بتكلم على واقع الهزيمه. واقع الهزيمه في كل الاحوال واقع مش حلو، والراجل من قادر تقبله في اي حال من الاحوال طبعا، بكبار بصغيرين غير مقبول. لكن مفيش حاجه لو الصغيرين بيلعبوا او الكبار بيلعبوا، دي حاجه ثانيه خالص طبعا. بعض الناس هيقولوا كده طبعا، يا ريتنا لعبنا بالصغيرين. لا، الموضوع مش يا ريتنا، الموضوع ان انت بتحضر الناس دي عشان حاجه اكبر.
ماشي. سؤالين كان لهم وقت معين، لكن انت خلاص داخل 10 ايام وداخل على بطوله مهمه جدا، فعايز تجهز الناس اللي موجوده هنا انك انت عامل احتمالات كتير قوي ان الناس تبقاش موجوده. صح. انت بعين المدير الفني ايه اسباب الهزيمه الثقيله دي؟ اسباب الهزيمه الثقيله دي، اولا انت لعبت الشوط الثاني اداء وحش، نتكلم بس عشان ايه؟ ماشي. مش عايز احنا ادينا اداء وحش. الشوط الاول لحد كبير كان في شكل، كان في مجهود، كان في بعض الناس اتحرك كتير، ضيعت فرص شويه. الشوط الثاني في عوامل، مجهودك البدري نزل. مجهودك البدري نزل الشوط الثاني شويه من بعض اللعيبه، كويس؟ الى جانب انت بتلعب في نص ملعب اثنين مش نص ملعب مدافعين. فانا مش بلوم محمد مجدي ولا احمد ولا طاهر من الاول، اماكن مش اماكنهم، لكن موسيماني مضطر، هو عايز يشوف الناس كلها، فحتى التوظيف مش هو. فالمجهود اللي بوزل كتير قوي. الشوط الثاني ضيعت كم كور كتير جدا مقطوعه من غير اي لازمه يا ايمن. صح. والكره بتقطع بتيجي عليك انت هجمه مرتده، الموقف الدفاعي وحش، لازم بس نعترف يعني، لازم لما يكون في اخطاء واضحه لازم نقولها، في موقف دفاعي. صح. غلط بين ياسر ورامي. رامي. يعني حتى في هدف هاني حاول يغطي في اخر اللي جابه عبد الكبير للواد الهدف الثاني، حاول يغطي هاني بس صعب جدا ان الاثنين مساكين بعاد قوي عن بعض، والكره ارتدت وفي فرق سرعات. صح. بين ياسر ورامي والراجل المهاجم. مظبوط. الاخطاء دي لازم نقولها عشان دي حاجه واضحه، انت بتعالج اخطاء وعايز انت تحسن الصوره. لكن صح. هو انت عايز ايه من المباراه دي او البطوله دي؟ تطمن على حاله وجاهزيه اللعيبه دي. طيب انا من رايي انت النقطه دي اطمنت عليها بنسبه كبيره، انا راضي جدا على حاله اللعيبه دي، يعني في لعيبه حوالي لعبت 70 دقيقه، انا عن نفسي راضي عليها. طيب راضي عليها بنسبه 70-80%؟ كويس. حلو. راضي عليها فنيا وبدنيا؟ بدنيا فنيا مش قوي، لسه ما وصلش حاله الفنيه، ما تقدرش توصل النهارده حاله فنيه عاليه. طيب وانك بص كمان انت بتلاعب فريق، لازم تتكلم على فريق سموحه طبعا. اولا يعني ما اقدرش مثلا اتكلم عن سموحه، لا فريق منظم قوي. صح. بيلعبك صح، سايب لك نص الملعب فاضي خالص، ومقفل نص ملعبه كويس جدا، وبيلعب على مساحاتك ورا، وبيلعب على مساحاتك لورا، والى حد كبير نجح. طيب فانت بتلاعب فريق كبير، فريق منظم. ماشي. وبتلاعب لعيبه لسه بقى لها فتره ما لعبتش، فطبيعي هيحصل الغلطات دي. بس لما تحصل الغلطات دي النهارده وعندك وقت تتصلح. أيوة. احسن ما تحصل فجاه كده في مباراه مهمه. أيوة. النهارده مباراه مش مهمه. أيوة. انت بتطمن على اللعيبه، انت ليك اهداف تانية خالص في البطوله دي. اهداف ناشئين، وبتحاول تشوف الاحسن زي ما كان اسامه وعادل بيتكلم. أيوة. واهداف الناس اللي عايزه هتكمل معاك كاس العالم. فالنهارده ابتديت باللي هيكملوا معاك كاس العالم، وانا كنت انا موافق على الراي ده تماما. ماشي. مظبوط تماما، وده احسن حاجه عملها موسيماني النهارده. ماشي. والتغييرات اللي عملها برده بيحاول يدي كل واحد الوقت، حتى التغييرات دي 70 هو خلاص، حتى الناس اللي خرجت دي خد منها اكتر حاله بدنيه موجوده. طيب خليني برضو اكلمك عشان النقطه دي اتكلم فيها كابتن اسامه عربي قبل الماتش وانت قلتها دلوقتي يا كابتن. عدم وجود ديفندرز في القلب. كويس. بقت اي كوره خطره اي كوره بتعدي نص الملعب خطر علينا من نص الملعب، تحس ان رايح انفراد، اللعيب رايح انفراد. كويس. انا بره من الشوط الاولاني على فكره النقطه دي. واضحة. كويس. واضحه جدا الشوط الاول. طيب الشوط الثاني برضو وضحت في الكرات المرتده على النادي الاهلي. كان لازم يحصل تغيير في نص الملعب، كان لازم يحصل تغيير في طريقه اللعب. ماشي. لا طريقه اللعب ولا هتغير، احنا اتفقنا خلاص طريقه هي خلاص دي اللي اعتمدت مع موسيماني، الصغيرين كبار كده، هي الطريقه دي هيلعب بيها 3-4-3 وهيأديها. ماشي. هي المشكله ايمن مش في الطريقه، المشكله في الاشخاص نفسهم في الطريقه. ماشي. هو مش بيدور النهارده على نتيجه مباراه. ماشي معاك. خلاص هو معاك. عايز يدي لعيبه خلي رجلها في الملعب. ماشي. تتحمل حتى لو بتلعب غلط، هو عايز ناس في الملعب تحط رجلها في الملعب، تاخد الكرش النفس اللي بيتكلم عليه كابتن شريف دايما في الملعب في الماتشات نفسها. مزبوط. وعشان كده بدا بيهم. مزبوط. في ناس كملت وفي ناس يا دوب 70 دقيقه كويس قوي وخرجوا. هو مش بص النتيجه، اللي بص النتيجه والاداء احنا بقى والناس الجماهير. ايوه. انت بتيجي تتكلم، احنا بنتكلم على اخطاء حصلت النهارده. بالظبط. اخطاء في نص الملعب، الاثنين الديفندر في نص الملعب، والمساحه اللي بين نص الملعب وخط الدفاع. وخط الدفاع. مزبوط. هي دي الحته الوحيده، ودي اللي استغلها سموحه. اللي استغلها سموحه، ما لعبش غير عليها على فكره، استغلال سرعات كلها، سرعه عبد الكريم الوادي وكده، استغلال كلها سرعات ومساحات موجوده. هي دي النقطه، كان لازم يا ايمن تتعالج بين الشوطين. علاجها بسيط جدا، انك تقرب خطوطك شويه. بالظبط. يعني ما تخليش فيه مساحه. بالظبط. ما تخليش فيه مساحه
مهاجمي سموحه يتحركوا فيها. صح. اللي في النقطه الثانيه ان اخطائك في نص الملعب لما الكره بتقطع منك كتير، وعشان ما فيش حد واقف في نص الملعب بيحيه من حته دفاعيه كويس، فكان في سهوله للوصول للوصول. صح، دي برده خطا النهارده، بس خطا ما الناس دي مش هتلعب في مش ده اللي هيلعبوا اثنين مدافعين في نص الملعب. انت فاهمني؟ فالاخطاء دي في حاجه في كره القدم اخطاء مقبوله النهارده. أي. لان انت مش هاجي احاسبك على مكان انت مش فيه. ماشي. انا عايز العبك، انت فاهمني؟ مظبوط. انا عايز العبك، عايز اديك في الملعب، بس احاسبك على ايه؟ على كميه الجري جريتها النهارده اللي انا كنت متوقعها، على تصرفك في الكوره. يعني انت مثلا نيجي نتكلم النهارده، اما اجي احاسبك على الاخطاء في التمرير. اه ده احاسبك عليه فنية. دي بقى ولا فيها بعد على الملعب ولا حاجه، ده خطا. أي. في التمرير، خطا في التمرير الكوره بتتقطع، بتعمل عليك انت هجمه مرتده او الكوره بتروح للفريق المنافس، هو ده اللي انا ممكن احاسبك عليه. احاسب النهارده في بعض اللعيبه من غير ذكر اسامي طبعا، مش ده المردود اللي مستنينه، لازم يكون في مردود اكتر من كده واعلى من كده، حتى لو فنيا مش كويس وده ممكن يبقى مش يعني مقبول، لكن بدنيا تحاول تقول لي لا انا موجود. التصرفات بعد لعب الشوط الاول زي ما اتكلمنا على ميكسوني، يعني لازم يبقى اهدى من كده، لازم تحركاته تبقى بذكاء، لازم يجي يتصرف الكوره يتصرف اسرع من كده. أي. انا حاسب اللعيبه على الحاجات دي. أي. لكن ما حاسبش لعيب على مكان هو مش متعود عليه واقول له لا انت غلط، لا انا اغلط، يعني حاسبه على حاجه هو بيأديها فنيا، انت بعيد فنيا. بدنيا لا، انا النهارده شايف من احسن الحاجات اللي انت شفتها النهارده. ماشي. اللعيبه اللي لعبت معاك يا كابتن. ماشي كويس. خليني اكلمك على لعيبه الدوليين اللي مع منتخب مصر. اوكي. هيكملوا. خليني بس اكلمك معاك. يعني. معاك والله معاك معاك. انا كمدير فني بنسبه كبيره لازم احط اكتر من سيناريو. اكيد. اللعيبه دي مش موجوده معايا الفتره اللي جايه بتاعت كاس العالم للانديه. كويس. ودي اللعيبه اللي معايا دي هي المتواجده وهتبقى موجوده معايا. لعيبه نص الملعب ما فيهمش واحد مدافع يقوم بدور الديفندر. كويس. ودول هيلعبوا كاس العالم للانديه. انا كمدير فني لازم احضر واحد. كويس. لازم احضر اثنين بديل كمان. ده اكيد. مين اللي هيلعب لو المجموعه دي كملت كاس العالم؟ هتلعب بالطريقه دي في نص الملعب؟ لا اكيد لا. ده انت ممكن تغير طريقه. ما ممكن تغير طريقه لو وصلت للمرحله دي في انك هتلعب كاس عالم. لكن انت مش هتغير طريقتك. هو هيجي لك اليو ديانج. كويس. هو الوحيد اللي موجود. حلو قوي. اليو ديانج خسر في نص الملعب. ماشي. كويس. انا موافق. لو انا اضطررت ان العب بالناس دي. ايوه. انا ممكن اتصرف مع رامي ربيعه. رامي ربيعه ممكن العب في نص الملعب. لو انت بتفكر فيه وديانج وبيلعبها قبل كده وبيلعبها كويس، انت فاهمني؟ رامي ممكن يلعبها كويس، مش هيبقى عندك مشكله في الحته، انت فاهمني؟ في القلب. لكن لو انت هتلعب كده استحاله طبعا، مش ممكن هتلعب كده. انا بقول لك بس هو النهار ممكن تلاقي المباراه يوم الاحد ممكن تلاقي حد في نص الملعب غير خالص الاثنين دول. هو هي رؤيه بيشوف، لكن هو مش بيحضر بديل في الناس دي، هو عايز يلعب الناس دي. أي. بس هو النهارده هو عايز يطمن على جاهزيته بس، مش اكتر من كده يا ايمن. الاداء اما اجي احاسبك على الاداء الفني بتاعك فني. انت لكن مش هحاسبك على انت ازاي ما قدتش مثلا حته الدفاع هنا كويس او او او. أي. لكن هو عايز يلعب الناس دي. لكن النهارده اداء مش حلو، عندنا اداء مش حلو. اجي احاسبك على اخطاء بتاعت الدفاع، لازم النهارده اما اجي اتكلم انا لو موسيماني اتكلم على اخطاء الدفاع اللي حصلت النهارده. في اخطاء دفاعيه النهارده حصلت كتير. في اكتر من موقف النهارده واحد على واحد ما ينفعش في كره القدم، ما ينفعش، خصوصا لما يكون انت داخل على بطوله واحد على واحد. لا لازم واحد رايح واحد بيغطي، لازم هي دي حاجات حاسب عليها ايمن. لكن انا شايف الحاله الوحيده اللي كسبناها النهارده هي ان في بعض اللعيبه خدت عارف 70 80 دقيقه حتى اللي كملوا كويس. انا بالنسبه له كويس المباراه يوم الاحد، هتلاقي بدنيا بقت احسن، فنيا بقى ممكن هو موسيماني لو عنده رؤيه ان ممكن يحصل ايه في كاس العالم يبدا يفكر في حته المشكله اللي هتبقى مع ديانج اللي هو الراجل في نص الملعب التاني. نص الملعب التاني. طيب كابتن اسامه، رؤيتك للمباراه ككل، الشوط الاول على حده واللي حصل الشوط الثاني. الشوط الاولاني كان الاستحواذ للنادي الاهلي، فرص سموحه تقريبا فرصه او فرصتين على الاكثر واستغلوها كويس محمد عبد العاطي وقدر يجيب جون حلو. زي ما علاء قال اللعيبه اللي هي لعبت دي كان لازم تلعب. صح. وانا بقول كمان كان لازم يلعبوا من بدري عن كده، يعني كويس ان احنا لحقنا ان هم يلعبوا دلوقتي. ايوه. لان لو ما لعبوش دلوقتي وانت بتلعب ماتش في كاس عالم مع رتم اعلى من سموحه بكتير عشان هم يستنوا كمان ما يلعبوش الماتش ده وماتش البنك الاهلي الجاي
ويروحوا يلعبوا على هناك، الاخطاء اللي انت بتشوفها النهارده هتشوفها في الماتشات دي فهتتفاجئ. فطبيعي ان هم يلعبوا، وانا قلت ان كان من بدري كمان في بعض الناس ما شاركتش السنه دي كتير، كان مفروض يلعبوا الماتشات اللي فاتت بعضهم. صح. يعني رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، طاهر، مكسوني، محمود وحيد، في كام واحد، محمد هاني، ما كانوش بيلعبوا كتير فكان لازم يشاركوا. ماشي، احنا تداركناها النهارده ولعبوا. زي ما علاء قال، لو انا هحسبها بالنتيجه ده مش كان هدف النادي الاهلي من الاول، من البدايه، من اول البطوله. والا النادي الاهلي لو هو هدفه البطوله، مع احترامي الكامل لكل اللعيبه طبعا، صغيرين فيهم ناس كتير ظهروا بشكل كويس وادوا في الثلاث ماتشات بشكل معقول جدا، احنا بنقيمهم كناشئين مش بنقيمهم كفريق اول النادي الاهلي. احنا لو قيمناهم مقارنه انها تقول دولت لعيبه النادي الاهلي الفريق الاول، يبقى مش هتبقى راضي عن ثلاث ماتشات اللي فاتوا. مظبوط. احنا بنقيمهم كناشئين واعدين. ماشي. فبنقيمهم في المنطقه دي، فانت استفدت من بعضهم، وبعضهم ان شاء الله هيبقى واعد، وقلنا بعضهم ممكن يروح اعاره ويرجع من الاعاره يبقى مفيد، او اذا كان في واحد او اثنين او ثلاثه حسب رؤيه الجهاز الفني يقدر يساعد مع الفريق الاول يبقى كتر خيرهم. ماشي. فاذا انت كان هدفك من الاول مش البطوله، انت هدفك بتشوف ناس، بتشوف بتعد لعيبه صغيرين، بتجهز اللعيبه اللي هم اللي ما بيلعبوش كتير من الكبار عشان البطوله الاهم اللي هي بطوله كاس العالم. احنا ماشي. متفقين ان في 9 لعيبه كانوا خارج الموضوع. صح. وهنستثني منهم دلوقتي اكرم، ربنا يشفيه ورب الشناوي يلحق الباقيين يعني. فانت لازم تجهز ال 11 عنصر دول اللي نزلوا النهارده اللي هم الكبار اللي هم في القايمه الاولى. معاك معاك. فكون بقى ان بعض المراكز ما كانتش مظبوطه، ويمكن احنا قلنا من الشوط الاولاني ان في حته بتاعه الوسط المدافع ما فيهاش ولا واحد موجود. كان بيلعب عبد القادر ومجدي قفشه، لدرجه ان احنا قلنا الشوط الثاني الافضل ان عبد القادر يروح ناحيه الطرف الشمال لانه بيجيد فيها اكتر، وندخل اي حد جنب مجدي قفشه في العمق، ان عبد القادر بيجيد الحته ناحيه الشمال وبيبقى قريب من الجون وبيعرف يقطع من ناحيه الشمال وبيعرف يجيب جون. الراجل مستر موسيماني استفاد من بعضهم لغايه الدقيقه او اول واحد طلع نزل وليد ومكسوني 56، ثم الدقيقه 70 غير ثلاثه قفشه وتاو الشحات. ماشي. ادوا اقصى ما عندهم للفتره دي، وهو ده المطلوب. لان صح. لان المطلوب في الماتشات اللي هي زي ديت ان انت زي ما علاء قال وشريف انه يجهز بدنيا اكتر. ماشي. ان يجهز ذهنيا اكتر، ان يجهز فنيا اكتر، ان يحس احساس ان في منافس قدامه، فما كانش هيلاقي فرصه احسن من دي. ففي ناس طلعت السموحه خلينا برضو منطقيين بحساب القوه. ايوه. هم افضل من المقاولين العرب طبعا، هم افضل من الاسماعيلي، هم صح. افضل من من الجون طبعا. حتى ترتيبهم في الدوري الممتاز افضل طبعا. وادائهم افضل وعناصرهم افضل واقفين على رجلهم اكتر. قدروا يستغلوا الجون الشوط الاولاني، ثم في الدقيقه 47 الهدف الثاني اللي جابوه النادي الاهلي طبيعه الحال مغلوب 2-0، وده النادي الاهلي. حتى لو الفرقه اللي هي كامله كامله هيبقى في شيء من الاستعجال والتوتر وهيحصل ثغرات ورا، لانك انت مغلوب 2-0 وناقص حوالي 20-25 دقيقه. فالموقف اللي اللعيبه اتحطت فيه وهي مغلوبه 2-0 كان لازم ديفنسك هيتفتح شويه. صحيح في غلطات من الشكل اللي ورا، في ما انا بقى متفقين في غلطات وفي حاجات ممكن تطلع مكرر. لو هم اجهز من كده، لكن لو ما لعبوش مش هيجهزوا خالص. صح. أنا ماشي. لا انا مش ما يلعبوش، لا لازم يلعبوا. طبعا لازم يلعبوا. فدي نقطه. هو بقى كمان لما غير المراكز فيها لخبطه شويه، يعني هو نزل محمد اشرف واحمد اشرف ووليد سليمان بقاله فتره ما بيلعبش، واحمد غريب وغريب برضه الهزه مع 2-0 مع البتاع يعني مش ومع ذلك انت برضه سيطرت، بس خلاص بقى سموحه لعب بالاسلوب اللي هو يتعبك حتى لو انت كامل، اللي هو كلهم خلاص اتكتلوا ورا بال10 لعيبه وكسبان 2-0 وبيستغلك على الهجمه المرتده، انت مندفع بقى. لا في وسط هو غير بعد الثلاث اجوان. وقف وقف خالص ورا، هو بعد الثلاث اجوان دخلوا فينا ابتدى يغير 56. هو بيعتمد على لعبه واحده. ماشي. ما هو ما خلاص ونجح فيها. نجح فيها. ما هو ده كان هيجيب الرابع او السابع. كان ممكن يجيب الرابع. لا الراجل اللي هو اللي راح طويل ده نزل وغير، وكان ممكن يجيب الرابع.
بس دي بتحصل حتى فرق كبيره فليك. لما بتكون مغلوبه 2 أو 3 حتى مع برشلونه حتى مع ريال مدريد ماشي. لانه بيندفع للامام والمساحات بتكتر في الخط الخلفي. ده طبيعي انت مغلوب 2 أو 3 ده طبيعي بيحصل ان ممكن هيجي لك هجمات مرتده وانت بتهاجم بعدد كبير فدي اربكه اللعيبه شويه أيوة. ومع ذلك حاولوا وكانوا بيوصلوا لل 18 بس الخطوره كانت قليله وهم متكتلين صح. فانا شايف انه ما نحسبش الماتش بالنتيجه خلاص هي نتيجه كبيره واتغلبنا لكن ما كانش هدف النادي الاهلي من الاول ماشي. انه يكسب البطوله بس في نفس الوقت في خلل في نص الملعب انا شايفه ده حقيقه وانا معرض ان انا العب بالمجموعه ديت كاس العالم للانديه ماشي اعالج الخطا ما اكيد هيعالج الخطا مش النهارده ما هو ممكن ما الحقش النهارده لا هو جواب يا اسامه مش النهارده عشان هو الهدف زي ما اسامه بيقول مش ماتش النهارده عايز اكسبه او بفكر أيوه. في كده بس انا النهارده عندي هدف اكتر الحاجات اللي بيتكلم فيها اسامه دي السلبيات اللي حصلت النهارده في غلط في نص الملعب أيوه. وعلاء اتكلم عليه وشريف اتكلم عليه هو اكيد مش هيلعب كده في كاس العالم استحاله اولا ديانج راجع لك زي ما علاء قال غالبا خلاص هو يبقى في رقم واحد في نص الملعب أيوه. وغالبا ممكن يبقى جنبه قفشه اذا كان هو بيستمر على طريقه 3-4-3 وهيبقى فيه باكين يمين وشمال وثلاثه قدام ايا بقى كان بقى حسب ما منتخب مصر يعمل ايه حسب المجموعه دي ومجموعه الصغيرين اللي هو ممكن ينتقي منهم حد يقدر فعلا يساعد في بطوله كبيره زي دي لان انا عايز اقول تقييم اللاعب الصغير وانت بتقيمه كلاعب صغير واعد الموقف بيختلف طبعًا. الماتش بيختلف تقييمك لي نفسك انت باللاعب الكبير غير يعني انا ممكن مثلا النهارده لو هي دي المجموعه دي الصغيرين هقول ايه والله ده قفشه كان كويس قوي ده حسين الشحات عمل لعبتين ثلاثه لو هو صغير لو هو لعيب صغير لكن انت ما بتقيموش كده الصغير بتبقى مستني له لعبة حلوة، وقفة حلوة، شاط شوطة حلوة، جاب جون مش عارف ايه، فانت بتقيمه في الحدود دي أيوة. ما بتقيموش كلاعب كبير، تفرق أيوة. كتير جدا. ماشي. فعشان كده هو هيشوف بقى مين ممكن منهم اللي يقدر يجاري لعيبة الكاس اللي هي بقى أندية الكبيرة زي مونتيري وغيره وزي تشيلسي والمجموعة دي، مين اللاعيبة الصغيرين اللي فيهم بعض الناس في الظروف دي اللي احنا فيها بغياب اللعيبه الدوليين ان فيهم بعض الناس يدخلوا لكن ده مش هيبقى لكل الناس صح والتقييم ان الفرقه الصغيره لعبت 3 ماتشات وتعادلت والنهارده الفرقه اللي هي فيها عناصر كتيره كبيره اتغلبت ده تقييم مش في محله التقييم مش في محله لا الموقف ولا الفرقه ولا الظروف ولا لو استمرت النادي الاهلي بالفرقه دي بس في كل الماتشات الجايه مش هتفضل الموضوع ولكن المده قصيره لحد كاس العالم ماشي بس ما هو انا قلت لك عشان كده لازم يضطر يلعب اللعيبه دي هيلعبهم امتى يعني هيلعبهم امتى انت 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 ماتش الكاس عام يوم 5 النهارده 27 يعني 3 ايام و5 8 ايام لا انا بتكلم على معالجه الاخطاء اللي حصلت لا ما هو بقى عنده قدره واكيد عنده رؤيه هو اكيد حاسب ان 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 واحد زي ديانج يرجع اكيد حاسب ان في ناس تانية من الناس اللي بره دي ممكن تلعب في الوسط المدافع لو حصل حاجه للجيم اكيد بيت اللعيبه كمان المتاحه الطبيعي يا ايمن ما تشغلش بالك موضوع الاخطاء الطبيعي يحصل اخطاء انا هقول لك حاجه يعني انا واحد من الناس انا متضايق من النتيجه ماشي ما فيش حد فرق يعني واحد اهلاوي متضايق من سيدي ما على فكره في اخطاء واضحه كان المفروض تتعالج الشوط الثاني لان انا مش بلعب على النتيجه للمره مليون انا كنادي اهلي يا كابتن هتهمني النتيجه برضه لا ماشي انا عندي هدف اهم من النتيجه في حاجات قبل كده بعد كده انا عايز ايه من البطوله دي لو انا يهمني البطوله دي أيوه. ما كنتش بدات بالورس غير كلهم انا النهارده في اخطاء انا موافق وانا حلو في اخطاء النهارده وظهرت عشان عليك بالظبط عشان ابدا افكر وفي واحد موجود معاك اسمه ديانج هيحل بالظبط 60% مشكله نص الملعب ممكن بقى زي محمد مجدي زي ما بقول لك لو انت عايز تقفلها قوي ممكن لو رامي هتقدر تتصرف لكن اتنين ما بيلعبوش في الحته دي وعندهم ميول هجوميه كتير قوي هتبان الاخطاء اللي حصلت النهارده النتيجه سيئه مفيش حد مبسوط منها طبعًا. خالص مفيش اهلاوي فرحان النهارده ومتضايقين جدا 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 طبعا وتلاقي ناس كتير اقول لك يا ريتنا احنا صغيرين مش هو ده الكلام يعني النتيجه طبعا مفيش حد قابلها واداء اقول لك واداء مش مقنع لو هنتكلم كده لكن انت بتبص بنظره ثانيه بنظره ان انت بتبص لحاجه ابعد شويه الابعد شويه ان انا بحضر ناس زي ما كابتن شريف قال
هتلعب في كاس عالم خلاص 8 ايام او خلاص الموضوع انتهى بالنسبه لك. ف اتفضل يا اسامه. لا لا اتفضل خلصت. وبعدين انت برضو في الموقف ده ايوه ما هي كره القدم فيها استغلال فرص. انت ميكسوني الشوط الاولاني جونين جونين ما فهمش يعني ما فهمش ما فهمش لا الانفرادات كامل ماشي تحصل. لا ممكن تحصل ماشي كرة ممكن تحصل ماشي ما انا بقول ممكن تحصل انا بتكلم ان الموقف كده ممكن بالهدف يتغير يعني ممكن ان انا جبت الهدف الاول او الهدفين دول الاول ورجعت بقى بياقتي البدنيه اللي هي لسه ما وصلتش للكمال ورجعت بقى لنص الملعب وقفلت وهم اللي ابتدوا يهاجموا وابتديت تلعب على هجمه مرتده انا اقصد ان استغلال الفرص ده كان ممكن يغير السيناريو ايوه صح خلاص هم قدروا يستغلوا الفرص اللي جات لهم أي. وانت كمان اللعيبه لسه بتجهز واللعيبه بتاع ففرقت طيب كابتن عادل رؤيتك الفنيه للمباراه ككل طيب اولا يا كابتن انا قلت لك قبل الماتش انه حته اداء المنتخب امبارح والاصابات خلتك تسارع الزمن عشان تجهز اللعيبه دي كويس اول حاجه عايز اقولها لك لما تيجي تجهز لعيبه عشان تلعب بعد شهر بكلمك فنيا جهزهم في البدايه مش في النهايه بمعنى انت لو عايز كنت تجهز اللعيبه دي كنت اديتهم اول ثلاث ماتشات مش اخر ثلاث ماتشات ليه؟ اتفضل الناس فاهمه انك انت تجهزهم على اخر فتره اخر فتره في التجهيز بتبقى اجهاد واصابات في البدايه بتبقى انت بتلعب الماتشات حتى لو اتصبت تقدر ترجع بالعلاج يبقى فاضل 20 يوم او 15 يوم على كاس طب العالم خليني اسالك سؤال بس عشان حته الاوقات ديت فكرتي ماشي ماشي انت كلاعب او انت كمدير فني خلينا نتكلم انت كمدير فني لما تدي لعيبه اجازه مثلا 8 او 10 ايام تفقد 12 يوم بعض اللعيبه 12 يوم بتفقد قد ايه من مخزونهم البدني تمام في الفتره دي اقول لك انهي نوعيه من اللعيبه في لعيبه بتبقى واخده حوالي 6 7 او 10 مباريات ورا بعض كل 3 ايام مباراه ممكن يفقد حاجه بسيطه قوي 10 15 20% طيب لكن لاعبين ما كانوش بيلعبوا اساسيين يفقدوا كتير يعني ممكن يخشوا في 30 40% متهيألي ممكن تعدي 50 60% لا 50 60 يا كابتن ايمن على الفتره كلام. على الفتره الاطول 10 ايام استحاله تعدي فوق الثلاث اسابيع و 12 يوم لا لكن فوق الثلاث اسابيع ممكن يفقدوا 60% ده كمان عادل عادل مع احترامي معلش سريعا الكلام ده كمان ثلاث اسابيع ولو قاعدين نايمين ما زي زمان بقى اللي هو نايم اللي هي الراحه السلبيه الراحه دلوقتي السلبيه دلوقتي في حاجه اسمها ده طبعا. دلوقتي يا كابتن انت لعيب محترف ايوه كابتن الراحه الايجابيه انت بتعملها لنفسك اللي انت بتعملها بتعمل تمريناتك كل اللعيبه دي بتتمرن خارجي خلي بالك المفترض انه انا لعيب محترف بعرف عندي تقصير في حته فلانيه انا بعملها لنفسي وعندي كذا انا بعمله لنفسي لكن خليني اكمل لك الفكره بتاعت انك لما تيجي تجهز اللعيبه تجهزهم وتديهم فرصه للدوره اللي انت هتلعب فيها فرصه علاج او فرصه انك انت ما تقربش المسافه ما بينك وما بين البطوله لانك بتبقى وانت بتجهز بتجهد او تصيب مش تعرف ولا تعوض ولا تعمل استشفاء ايوه انت لما تلعبهم اول 3 4 ماتشات وتريحهم اخر ماتشين انا موافق هنا تقدر تعمل ايه تجهز قوي ويحصل اجهاد لان في التجهيز بيحصل اجهاد تنزل تاني باللعيبه يبقى هم عندهم المخزون بتاع المباريات اللي قبل كده الحاجه التانيه المهمه ما بحبش الريسك في كره القدم انا من اول لحظه بعمل استراتيجيتي على البطوله ان كله اسوأ موقف هيحصل اسوأ الاحتمالات احنا عندنا كان عندنا مشكله كبيره شويه اتقال ان احنا هنلعب بلعبتنا في كاس العالم للانديه ودي كانت من مسؤول اتحاد الكوره وانا ساعتها قلت كلمه قلت يعني بما معناه انا ما بصدقهمش ايوه مسؤول مشي خلاص لا ما بصدقهمش اصلا المسؤولين ما بصدق افضل كاس افريقيا مصر نظمته وفي اللي كان في 19 عشان اتحاد الكوره ما لمسوش الدوله هي اللي كانت بتعمله ايوه المجموعه دي لما يقولوا لك حاجه لازم تعرف ان هي عكسها أيوة. فانا قلت دي تنييمه دي كان فيها نومه شويه
ان احنا نلعب بلعبتنا، مفيش حاجه اسمها كده. انا من اول ما قدرتش ان انا اجل كاس العالم للانديه، او ما غصب عنك مش هتقدر تاجله، علشان ده اصلا اتحاد البطوله قائمه على تشيلسي، خلي بالك مع احترامنا لاي حد، تشيلسي بطل اوروبا فبيظبط له الميعاد عشان عنده مواعيد صعبه قوي، انت فاهم؟ او هي حته تسويقيه، كاس العالم فرقه اوروبا لازم تبقى متواجده، فانت كان يجب ان انت تشتغل على الموقف ده، انك هتلعب باللعيبه دي، فاهمني يا كابتن ايمن؟ ايوه كابتن. المشكله النهارده انا بقول ان اتاخرنا في تجهيزهم، ولكن هدفنا معروف ان احنا ما بنلعبش على البطوله، فانت لحقت انك انت تجهزهم، انت لحقت انك تجهزهم لانك قلقت من كاس العالم. طب لحظه، امبارح ديانج كان ممكن يكسب. انا هقف معاك هنا، هقف معاك هنا معلش. اه اتفضل. انت بتتكلم على جاهزيه فنيه ولا جاهزيه بدنيه؟ الاثنين. ما فيش حاجه اسمها في كره القدم ماشي الفني حلو هو اللي بيشيله البدني ماشي. بمعنى انت ليه بتعمل فتره اعداد في اول السنه؟ بتعمل مخزون بدني عشان يساعدك في الفني ماشي. طول الوقت انت ليه عندك مدرب احمال؟ علشان يطوع الفني، يطوع الاحمال مع الفني صح. في الوقت الحالي صح، كلام جميل ماشي. فاحنا دلوقتي انت فقدت وقت كبير انك تجهز ايه اللعيبه؟ ما هو بدنيا ما هو... بس عايز عشان فنيا بس نفصل بين الفني وبين البدني. بص يا كابتن ايمن، اول ما اللعيب بيوصل لسن ال20 وال21 سنه بيبقى عنده المخزون الفني او المهاره او التالنت، الحاجات دي كلها. ده الصعب، السهل انك تخليه يكتسب اللياقه البدنيه. اللياقه البدنيه مع فروقات، انت بتتكلم يا كابتن ايمن 12 يوم كتير وانت رايح كاس العالم للانديه طبعا، لكن مش كتير كابتن. لو هتلعب في الدوري المصري كابتن، انا بتكلم على توقيت. انا فاهم خلاص. نعم ايمن معلش، عايز بس اكمل يا كابتن فكرتي واسيب لك. اتفضل. انت لما تاخد 12 يوم اجازه او 20 يوم اجازه ماشي. هتاثر كتير بدني طبعا. وانت رايح بطوله قويه غير وانت بتلعب مع مباريات سهله. في تحضير يا كابتن ايمن، اقدر انا احضر للدوري المصري ب 75% من لياقتي ماشي، لاني في عوامل كتير قوي مخليني انا الافضل. بس المهم انك توصل لل 75% ودي بتاعت اللياقه اللي انت بتتكلم عليها. اوكي ما هو معنى، بص يا كابتن انا لا خليني بس اقول لك دي علشان دي مهم ماشي. 75% اقدر العب بيهم في الدوري المصري، لكن لما تروح تلعب كاس العالم للانديه ايوه، وممكن تقابل تشيلسي والهلال السعودي وهتلعب مونتاري وهتلعب الفرق دي، لازم تبقى بال 100% وبافضل لعيبتك. كويس قوي، نقف هنا بقى. فرق نقف هنا طالما مستر موسيماني، نخلينا نتكلم بأريحيه وبصراحه طالما مستر موسيماني الثلاث ماتشات اللي فاتوا ما لعبش للمجموعه الكبيره ولعبهم النهارده وناقص اسبوع او 8 ايام على الماتش الاولاني اللي هيلعبه مع بطل المكسيك كويس، يبقى هو مطمن للعيبه دي من الناحيه البدنيه بصوره كبيره صح؟ ما انت شوف. طب ما انا ايمن انا بتكلم يا كابتن ايمن انا بتكلم يعني انت شوف. نعم يا كابتن اسامه معلش. اتفضل يا كابتن اسامه. اولا فكره الموضوع الزمن القديم اللي هو كانت اللعيبه مثلا الموسم ينتهي فتاخد شهر ونص راحه سلبيه، مش حد ياخد كده ماشي، ما انا بقول لك اهو، ما خلينا اكمل، ان ياخد شهر ونص راحه سلبيه كده قاعد في البيت ياكل ويشرب، وحتى كمان المدربين كانوا يقولوا لنا ايه، ما تلعبش في حته، ما ابعد ولا حتى الكوره ولا غير الكوره، ما تعملش اي حاجه، ريحوا يعني ايه، كنا بنأنتخ بمعنى، وطلع الكلام ده كله غلط. ايوه، انه ما فيش اولا المده الطويله دي في الراحه، وثانيا ان حتى لو خدت الراحه لازم تشتغل جري، تلعب لعبه ثانيه ما تكونش راحه سلبيه، ما تكونش ليه زي ما انت بتقول النزول في البدني ما بينزلش من 100% للصفر كده في ثانيه، لا مش في ثانيه، ما خلينا اكمل كلام ماشي اتفضل. الموضوع بينزل بطيء 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 في اول اسبوع 10 ايام 15 يوم مش هيزيد عن 10-15%، ده لما تكون ايه الكلام ده امتى بقى اللي انت تقول عليه 50-60%؟ الكلام ده لو قعدت شهر ونص ولا حاجه تبتدي النزول يبقى سريع بقى، اللي هو ايه، هقعد شهر ونص راحه سلبيه، يبقى انا بتكلم يا عادل فهمني، انا بتكلم على زمان، انا لسه اتكلمت يا عادل اتفضل، انا بتكلم على المفاهيم بتاعت زمان، انا بتكلم على دلوقتي مفيش هذا الكلام. اللعيب اقصى حاجه بياخد اسبوعين، ده الفتره ده اقصى حاجه بياخد اسبوعين مظبوط، وكمان بيشتغل فيهم حاجات تخليه جاهز بنسبه
80% و 50%. والدليل على كده ان احنا في الاعداد دلوقتي لما بنيجي نعمل اعداد للموسم الجديد، او طبعا في نص الموسم بيبقى اسهل، في الموسم الجديد انت ممكن كان زمان عشان كنا بناخد راحه سلبيه طويله كان يقول لك ايه، مش هنبتدي ماتشات وديه الا غير بعد ثالث اسبوع او رابع اسبوع. دلوقتي ممكن انت تشغل خمس ايام ست ايام اسبوع وتبتدي ماتش ودي ممكن بقى، طبعا حسب بقى المستوى اللي انت بتلعب فيه. أيوة وتدي لعيب ده 45 دقيقه وده في تدرج في المستوى. فاللي انا اقصده 12 يوم دلوقتي اللي زي ما مستر موسيماني اداهم في الوقت ده، دي مش فتره طويله، دي مش فتره طويله خالص. انه اللعيب يقدر يحافظ على مخزونه البدني بنسبه تقترب من ال 90%. كابتن اسامه يا ابني ما هو شغال معاهم بقاله اسبوعين ثلاثه. لا يا كابتن اسمعني بس، انهي لعيب وانا بدي راحه لمين؟ انا بدي راحه لمين بس افهمك؟ واحد يتكلم واحد يتكلم. اتفضل يا كابتن اسامه. انا بدي راحه لعب كتير يا حبيبي استنى. لا وحتى اللعب قليل بس هي بنسب 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 بنسب. احنا ما نعرفش هو اشتغل معاهم ايه، احنا ما نعرفش هو اشتغل معاهم ايه اللي هم كانوا في فتره الراحه دي، اللي هم كانوا مثلا زي رامي ربيعه اللي ما بيشاركوش كتير، محمد هاني، الكلام ده ما نعرفش هو اشتغل معاهم ايه. ياخد راحه دول؟ لا ياخد راحه، ما ياخدش راحه ليه بس هو بيشتغل ايه؟ معلش لا. فانا اللي انا شايفه ان 12 يوم راحه وبعدين بقالي دلوقتي بتاع اسبوعين او تقريبا اسبوعين شغال ماشي واجي العب ماتش، ده عادي جدا وما فيهاش حاجه وما يعتبروش يعني فقدوا اكتر من 10% يعني بالماتش النهارده والماتش الجاي خلاص هيبقوا طبيعيين. 10% لما ياخد 12 يوم اجازه ما ياخد مش اللي انا درسته في تربيه الاولاد ده حاجه ثانيه. زي ما انت عايز انا راح ما تزيدش عن كده طبعا. والله ما تزيد عن 10%. اتفضل 12 يوم والله ما تزيد عن 10%. انا عايزك تتكلم. ولا هتكلم ولا اقول والله كلام اللي انت بتقوله ده اللي هو ينقص 30 و40% ده بعد الشهر وشويه مش 10 ايام ولا 12 يوم. بس اكمل الفكره بتاعتي لان انت خدتني من ضمن. ماشي ماشي اتفضل يا كابتن. الراحه بتتقال راحه للمجهد ماشي، ما بيتقالش راحه للمصاب للمرتاح. ايوه للمصاب والمجهد ماشي. الراحه بتبقى مبالغ فيها للي ما بيلعبوش كتير. مفيش تدريب جماعي في العالم دلوقتي حتى في الفرقه الواحده مفيش حاجه اسمها تدريب جماعي، كله ياخد زي بعض. لا مش كله ياخد زي بعض. بدليل ياخد زي عندك جزء بس في مجموعه بالظبط. لا لحظه في مخطط احمال ماشي. بيديك نسبه انت واصل لفين ماشي. وده واصل لفين. اما للجي بي اس اللي بيتلبس ده ايه ماشي. اما الحاجات التكنولوجيا اللي معموله دي ليه معاك. ده احيانا يخليك انت كلاعب ما تتمرنش يومين وفي لعيب تاني يتمرن ثلاثه. عشان كده انا بقول ان التجهيز في البدايه افضل من النهايه. لا لو انت فاهم الكلمه دي كويس طبعاً دي ضروريه جدا لانك انت تلحقني عشان العب البطوله. لكن لو جهزتني في الاخر هيحصل لي اجهاد ومش هدخل على المباراه كويس. فاحنا وانا قلت لك قبل الماتش احنا فوجئنا بالمنتخب والاصابات وحمدي فتحي محمد الشناوي وماتش المغرب ماتش قوي هيلعب لعيبه النادي الاهلي وعندك البطوله فانت بتلحق ما يمكن يعني بتنقذ منكم انقاذه امبارح. لا حتى عادل لو ما تصابوش كان لازم يلعبوا برضه. ايوه طبعا. وانت مش ضمنك ان مصر الكامله بتكمل. انا بتكلم على لا طيب. يا كابتن لا انا بتكلم على انه هو المفترض انا كان وجهه نظري المفترض ان احنا في البدايه ناخد الثلاث ماتشات في البدايه يا حبيبي. والثلاث ماتشات الاسبوع اللي فات بنقول كده احنا من الاسبوع اللي فات بنقول ان فيهم ناس. انا كنت معاك يا لازم تلعب على الاقل جزء من الماتشات. انا كنت معاك لكن انا عايز اقول لك ايه. انا عايز اقول لك المفهوم الغلط انك تجهز اللعيبه قبل البطوله باسبوع. ده المفهوم الغلط. المفروض ما هو ما جوزهمش قبلها باسبوع. مش بتكلم عن ما بيمرنوا بقاله اسبوعين ثلاثه في التدريب. بكلمك عامه في التدريب. يعني النهارده مثلا اللعيبه خدت في لعيبه خدت 90 دقيقه صح؟ في حوالي اربعه او خمسه. وبقالهم قد ايه ما بيلعبوش؟ بتاع شهر او 25 يوم. 25 يوم تقريبا. ليه؟ يعني داخلين من 25 يناير من 25 ديسمبر 25/12 اخر مباراه رسميه. وفيهم ناس ما لعبتش. ايوه طيب. فانت لما بتديهم وقت كبير قوي وبعدين ياخدوا 90 دقيقه ممكن تعرضوا للاصابه اكتر. خد بالك. طب خليني اقول لك خليني بص عشان طب واللاعب الاحتياطي اللي بيقعد بالشهر وشهرين ما بيلعبش وبعد كده يجي يلعب 90 دقيقه
بيتمرن عادي. طيب ما هو بيتمرن يا جماعه، وانتوا موجود ما هو لو بيتمرن كويس، لو بيتمرن كويس نقفل الكلام ده بحيث ان احنا نقول مستر موسيماني قال ايه في المؤتمر الصحفي. اه ماشي، مستر موسيماني قال ان اللعيبه اللي شاركوا النهارده قدام سموحه في منهم راجعين من اصابه بكرون وبيتم تجهيزهم للفتره القادمه. اه ماشي، وبيقول حاجه تانية اهو علشان هو بيصدق على كلام. ماشي، بيقول ايه؟ ان اللعيبه دي لازم نعدها لكاس العالم للانديه، خاصه ان معظم العائدين من الاصابه بكورونا غير جاهزين بدنيا عشان كانوا لاعبين بكورونا كابتن، مش عشان ال 12 يوم الراحه. ماشي، يعني هما لو كانوا بيتمرنوا عادي جدا انه ياخد 12 يوم. ماشي عيان، دي حاجه ثانيه. ايمن، انا ما بيتمرنش يا كابتن، حبيبي راحه سلبيه. ماشي، يبقى ده عيان. لكن اللي بيتمرن، انا دلوقتي علاء خليك معايا، انا دلوقتي بتمرن علاء وال 15 يوم اللي فاتوا ولا 20 يوم غير معايا، ان انا عيان دي حاجه ثانيه. عيان دي يعني انا نايم في البيت واخد راحه سلبيه، قاعد 5 6 ايام وبعد كده جيت اتمرنت يوم ولعبت، دي حاجه ثانيه. ماشي، مع اللي عندهم كورونا دي حاجه ثانيه. لكن لو انا خدت 10 ايام او 12 يوم وبتمرن طول السنه قبل كده 6 شهور وجيت اتمرنت 15 يوم، هرجع بنسبه 90% من مش هتبقى مؤثره معايا خالص. الناس العيانه، ايوه خلاص دي العيانه، دي حاجه ثانيه بقى. لا مش خلاص، ثانيه واحده، ما احنا قلنا الناس اللي هي العيانه دي ما تنزلش تبتدي من اول مباراه ونديها تاني تايم 30 دقيقه 25 دقيقه وننزل نطلع. لا ليه يعني ايه؟ ما هو انا راجل عيان وعندي راجل عنده لسه جاي من كورونا والكلام ده، واروح مديله الفول تايم؟ مفيش مين كم واحد فيهم لعب فول تايم؟ في ناس لعبوا اديله جزء مثلا، اديله جزء وبعدين اغيره. طب في ناس لعبوا بيتكلم كلام مظبوط، في ناس لعبوا 70 دقيقه. هو الراجل اللي مش انا، العيان ما ياخدش الفول. هو انت بتدافع عن الراجل ولا بتدافع يا جماعه؟ مش بدافع عن المبدا بتاع التجهيز، انت بتتكلم في مبدا التجهيز دلوقتي. ايوه ماشي، احنا معاك. يجي من 12 يوم، يجي من 6 ايام، يجي من 7 ايام، كل لعيب وحالته البدنيه طبعًا. كل لعيب أيوة. كل يقدر يشتري الفروق الفرديه الحاله البدنيه بتاع الطاهر محمد طاهر غير صحيح، غير مجدي قفشه، غير مكسيموني، غير الافريقي الثاني تاو. مزبوط. كل واحد عنده حته، انا ممكن اقعد في بيتي اسبوع وانزل اكل النجيله، ما حدش يقدر يكلمني. يا جماعه تاني بس يبقى سليم، مش زي ما الراجل قال راجع من كورونا او راجع. ماشي، اللي عاجبه كوره اعمل له ايه؟ العيان انا قعدت اعلم لك النهارده ياسر ابراهيم بره يا حبيبي. العيان يا كابتن شريف، استنى ايمن بس، استنى يا عم. العيان عايز اطلع فاصل. لا هقول لك بس، العيان اديله حقنه، العيان اديله اسبوع بس. العيان يا ايمن اديله 20 دقيقه. انا مش مختلف في العيان، العيان ده حتى لو مين حد بيلعب على طول وعيان، التعب العيا المرض. أيوه. وقعدت اسبوع في بيتي وجيت مثلا اتمرنت يوم ولعبت، دي استثناء. أيوه. لكن انا بتكلم، لا انتوا بتقولوا 12 يوم. أيوه. عادي جدا ان يدي 12 يوم في شهر. عادي جدا ان يدي 12 يوم في شهر وهما بيتمرنوا قبل كده، ويجي ما هقول لك بس، ويجي يتمرنوا 15 يوم او 16 يوم او 17 يوم، يجي يلعب ماتش. أيوه. مش زي ما انت متخيل ان هو فقط 70-80% من. بص يبقى ما ورناش بقى قبل كده. كابتن شريف ثانيه واحده يا جماعه، سامح اطلع بريك يعني. طب نهدي اللعب شويه. اطلع بريك، خش قلت لك اطلع بريك بقى، احنا سنس كده نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم بعد الفاصل مره اخرى، ارجوكم انتظرونا. مرحبا بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن شريف، الماتش الجاي يوم الاحد ان شاء الله. ماتش ايه؟ ماتش النادي الاهلي. ايه؟ ماتش النادي الاهلي اخر مباراه باذن الله ان شاء الله مع البنك الاهلي. كنت بتقول لي هنتكلم على المنتخب. لا هنتكلم على المنتخب كمان 5 دقايق ان شاء الله. بس دلوقتي الماتش اللي جاي النادي الاهلي هيلاعب في اخر مباراته البنك الاهلي. مستر موسيماني لازم يلعب من وجهه نظرك بنفس اللعيبه دي للتجهيز. هدوء بقى. بس في هدوء. هدوء استنى، انت بتقول لي مستر موسيماني يلعب بنفس اللعيبه دي المباراه الجايه ان شاء الله. انت عايز كده؟ لا انا بسالك. طبيعي انك انت بتخرج من المباراه دي بتشوف الحاله البدنيه وحاله اللعيبه المصابه، اللعيبه الكويسه، اللعيبه اللي تقدر تلعب الماتش الجاي من بدايته ولا لا. استغل نفس الشكل ده اللي حصل النهارده، العب بنص الفرقه ونص الفرقه اديها تاني تايم. ادخل اللعيبه واحده واحده. هي المبدا عندي انا ان مفيش حد يتعور عندي الكوره في دماغ. بص يا كابتن، معانا اهي الفرصتين اللي انتوا كنتوا بتتكلموا عليهم بتوع مكسوني كابتن شريف.
ماشي. دي الكره الاولانيه اهي اتقطعت من نص ملعب سموحه. خلينا نشوف معدل الضغط هنا ماشي. ومعدل الجري بتاع اللعيبه اللي احنا قاعدين بقالنا شويه بنقول ان الراحه السلبيه اثرت عليهم والتصرفات بتاعهم طيب. داخل الملعب ماشي. خلينا نستغل الشكل اللي انت بتقوله عليه ده ضاغطين كويس بالشكل عليهم بالشكل بالشكل اللي الاداء فيه ماشي. تحرك طاهر محمد طاهر على اليمين في ثلاثه وثلاثه في سبعه في ماشي. سبعه في الشكل الهجومي. اذا ان اللعيبه دي عشان انا اكلمك في الحاله البدنيه بتاعتهم موجودين في الملعب ماشي. التصرفات بقى هي زي ما كان علاء بيقول لك ايه الميس باص. الميس باص ده بس خلينا لحظه نقف هنا بس نقف في كوره انا بس عشان الحاله البدنيه ده شكل مفهوش دي في بدايه المباراه ثانيه واحده ده شكل مفهوش غياب ماشي بدني ولا غياب اي حاجه. هو ده في اول مباراه كابتن بدني ايه اللي هينزله فيه في اول مباراه عم البدني ده بتركيزا وتنفيذا وكل حاجه ده بدايه المباراه كابتن انت مالك بالجري بس انا بتكلم ازاي مش معقد البدني اهو تباطأ وما حطش الكوره جوه الجون ده قرار ايوه ده قرار بقى ده قرار خاطئ ما هو ده برده تركيز الراجل بقاله كتير ما لعبش كوره قرار لعيب انما اللعيبه موجوده فين ماشي موجوده في الناحيه الثانيه طيب. وتقدر تأدي وتقدر تعمل حاجه نقل الكوره بسرعه الكوره ببطء الكوره بكل ده الشكل هو ده في عوامل كتير قوي النهارده عندك انت احنا بس مش عايزين نعترف الكوره بص لما اللعيب بياخد الكوره وعايز يجري وعايز يعمل السرو بس دي الكوره الثانيه وانفراد ثاني لكيسوني ايمن وانا شايف ماشي يا ايمن اتفضل يا كابتن الكوره عشان تتباصى في الملعب ده وكمان انها تاخد سرعتها وتروح للاعب الثاني ماشي الكوره يا كابتن من فضلك ماشي مشيت الكوره راحت برده نفس الكره ادي التصرف الراجل بتباطأ وراح الراجل واخدها من قدامه سليمه 100% ماشي فده هو الغياب بتاع الملعب الراجل كان بيدخل الناس دي جوه فورمه الماتشات بس كده هو ده اللي في النهارده بقى لعيبه هو واقع ماسك بياخد نفسه قاعد الاسبرينت بتاعه خايف يجري اسبرينت زياده يجي له شد يجي له اي حاجه ده عنده كام سنه ماكسيموني ده؟ 27 27 سنه يعني لعيب لسه صغير يقدر يجري ويقدر يقدر يتصرف يقدر يعمل كل حاجه انت قلت جمله في الاول ايوه عطشان كوره عايز يلعب كوره ايوه عايز يثبت ان هو لعيب كويس بيلعب في النادي الاهلي ففي حاجات انت دلوقتي كل الشواهد اللي انت بتتكلم فيها دي لعيبه النادي الاهلي عندها الاستحواذ عندها كل صحيح. حاجه موجوده في الملعب صح التصرفات بقى وانهاء الهجمات هو اللي ما كانش موجود ماشي مظبوط استغلال فرقه سموحه للثلاث اربع فرص اللي جالهم موجود انما في اخطاء واضحه جدا ايوه في العمق الدفاعي بتاعك التصرف نص الملعب اللي هو بعيد عن بعض ده أي. عشان ما فيش اصلا ديفندرز بيلعبوا في الحته دي لا قفشه ديفندر ولا طاهر محمد طاهر ديفندر ولا مكسيموني ده ديفندر انما عنده سرعه بس الجري في ناحيتين وفي اي حته في الملعب غير كده انت عندك شكل النهارده انت بتدخل لعيبه جوه الفورمه عشان بس نجتمع كلنا على راي واحد بص في الكره دي اتفضل. كانت اللقطه اللي فاتت بص الملعب مفتوح هي هي دلوقتي بص هنثبت هنا بص سموحه بيلعبك دفاع متقدم كويس كويس من نص ملعبك كويس. انا عايز ابص على تحركات نص الملعب والمهاجمين في اللقطه دي احنا بنتكلم على عامل بدني برضو يا كابتن لا هو خلي بالك هم بيلعبوا دفاع متقدم دلوقتي كويس من بعد السنتر كويس بص بقى على الجانب اللي ادي اللي علق لك عليها بص ادي اللي علق لك عليها الميز باص بيتصرف تصرف وحش هو كمان علاء الكوره هنا اوقف الكوره خليه يقعد بس اوقف الكوره دي كمان في ثانيه واحده هو ليه مكسور الحته دي انا مش فاهم بيقولك بيجري في كل حته طيب ما هو ما هو دي برضو ما دي تحركات دلوقتي ما دي تحركات يعني دي تحركات يعني ليه مكسوني هنا بيعمل ايه انا مش عارف ده في زحمه في الحته دي ما فيش ديفندر ما فيش ثوابت في البتاع ماشي ولا. لا هو ده الوحيد اللي مكانه ثابت هو يعني هو بيلعب ناحيه المفروض ناحيه الشمال بيلعب على الطرف بيلعب على الطرف ليه جه في قلب الملعب ناحيه اليمين انت فاهمني يا كابتن ناحيه اليمين كويس مش ممكن تكون دي تعليمات مدرب لا طبعا بص المشكله بقى ان اخذ الكره اتقطع كمان يا كابتن شريف اتقطعت منه كمان اتفضل يا كابتن خلاص ادي اول ما اتقطعت الكره عملت انت راحه طبعا كويسه جدا للفريق اللي قدامك بيستلم بيقدر يشوف لعيبته حتى انت مفيش ضغط خالص انت لو تلاحظ مفيش ضغط بص استلام. ايوه نثبت هنا بعد اذنك نثبت هنا استلام ايوه ايمن بص يا كابتن الماتش او اللعب في مساحه قد ايه؟ دول شايف قد ايه؟ المساحات على اساس انه واي باص ان بتوين هتلاقي يروح الفراد المهاجم رايح عندك الفراد هم واقفين على خط واحد بالزبط. كلهم والمساحه اللي هم بيلعبوا فيها تقريبا اي واحد بيقطع دايما تقريبا كابتن علاء 40 50 يارد اي واحد بيقطع في العمق كده كابتن عبد الاهلي ايمن ولا مين؟ ايه يا كابتن؟ بتتكلم على بتوع الاهلي بتتكلم على الفريقين يا كابتن بص بيلعبوا المساحه بعد اذنك هات اللقطه اللي فاتت كده بعد اذنك هات اللقطه اللي فاتت اللقطه لا لا هات الوقفه لا لا لما تلاقي بعد ما هي دي هيكملها دي اولها يا كابتن دي اول ماشي انا مش عارف اروح هنا ليه ويلف كمل عشان الكادر بعد كده هيتفتح وهنشوف ان مساحه اللعب
تقريبا لو لا تتعدى 40 خمسين يارد اللعب فيها. لو اداني اللي في وشه اولا انا في الحته دي ما اجريش في وسط 3 4 كده طبعا. لازم تتنقل بالراحه لاي حد طبعا. طيب خلاص هو بص يا كابتن ايمن ماشي اتفضل. بص يا ايمن هنا لما انا عايز بس اوصل الكره اللي انت قلت عليها بنلعب في 40 50 يارد ماشي ده ماشي ماشي. انا عايز اقول لك كلمه. الخمسه المدافعين اللي ورا واقفين مظبوط مش واقفين غلط. خمسه دول على خط واحد. هي المشكله هنا في الثلاثه دولت ما فيهمش تمركز جيد لانهم كلهم مش ديفندرات. طيب. مش حكايه. طيب انت كعدد واقف مظبوط ما فيهاش حاجه بس هي ترتيبه حتى دلوقتي اتعدلت شويه عن الصوره من بعد. بص يا اسامه ده كده عددك احسن. ايوه ما انا بقول وعندك زياده ياسر كمان. أيوة زياده ربيعه ورا ياسر. أيوة هي بس هي المشكله احنا كنا فيها من بدايه المشكله كلها الوسط المدافع بس والله بس العظيم المشكله يا جماعه في الثلاثه او الاثنين دول مكسوني ما يجيش هنا خالص ده مش مكانه خالص. الاثنين دول وانا مش بغلطهم لان هم مش امكانياتهم مش لعبهم لكن عايز يعني. أيوة. لعبوا بقالهم اثنين كام 25 يوم ما بيلعبوش مباراه. المجموعه بقالها 25 يوم ما بتلعبش مباراه. انت لما بتيجي تعمل فتره اعداد بتعمل مباريات وديه ليه اكتر من 25 يوم لان اخر مباراه كانت 25 سنة. بتعمل مباريات وديه يعني انت بتتكلم على شهر وشويه. انت كمدرب بتعمل مباراه وديه ليه وبيقول لك ايه والمدرب بيقول ايه انا بعمل مباراه وديه مش عايز نتيجه انا عايز اشوف الكم الجري والحاجات دي. فعدم التوافق في التحرك النهارده أيوة. ده نابع من الغيابات كتير عن المباريات. ده رقم واحد. رقم اتنين والمهم جدا في حاجه اسمها لياقه مباريات. ايوه هات لي الكره اللي فاتت دي بعد اذنك. لا وده مركز اللعيبه مع بعض بنتكلم عن لياقه المباريات غير في الفكر كمان في كره محمد طار لعبها وحش قوي. أيوة. الكره اللي فاتت لو سمحت لو تجيبها لي تاني. ماشي اهو. ايوه بس اهو ماشي ده مين معاه كرة؟ لا هنشوف. بص السرور اللي هيتعمل دلوقتي. حسين الشحات بيلعب هنا ماشي. كمان بص يا كابتن ده ياسر ده كده. طيب اللي معاه كرة ده مين؟ ياسر. طيب بص التصرف اللي هيعمله هنا ده بعد عن برضو ده بعد يا كابتن لا يا جماعه ده معارض لعيبه يا جماعه اجيب لك من احسن ماتش في العالم برشلونه وريال مدريد ممكن واحد يبص البصه دي هتقول لي عشان الصوره دي يبقى بعد عن الماتش. كابتن ايمن خليني اللي هو اي تمريره واحده خليني اقول لك كلمه بس. انت دلوقتي لما بتبقى متمرس في المباريات مش هيلعب اللعبه بتلعب كتير مش هتعمل اللعبه دي لا بيعمل اكتر من كده ده. مره ايه يا جماعه في ايه من المباراه يا جماعه انتوا جنبه يا كابتن لا ايه بس انا يا علاء وانا كابتن هو مكان ياسر يا كابتن يا علاء وانا هقيم تمريره خطا لا. في موقف جاي في صوره على ان ده بعيد عن الماتشات. ده هجيب لك ماتشات عالميه بيحصل فيها ممكن واحد يمرر تمريره غلط او ماتشات حتى اللعيبه كلها جاهزه مش عشان موقف واحد لعب كره غلط يبقى عشان هو مش جاهز. لحظه واحنا قلنا مين اللي لعب الكره الغلط؟ ماشي ياسر بيلعب ايه في المباراه دي؟ سرد باك ناحيه الشمال. ياسر كان بيلعب سرد باك ناحيه الشمال لما يطلع في العمق واني يمين. طيب لحظه يا كابتن لما يطلع بالكره في الحته دي ويعمل الباص اللي انت بتتكلم فيه ده ده عادي؟ عادي عند المدرب عادي؟ عادي. طيب بص يا كابتن اقول لك عادي الفرقه لانه هو لو بيلعب الماتشات كلها يا عادل برضه هيغلط. سيبني اكمل يا عم. امبارح مصر امبارح منتخب مصر عمل واحده من احسن ماتشاته وهجيب لك كذا موقف يا كابتن. حجازي والناس اللي ورا مرر عادي لما بيضغط عليه عادي. بص يا كابتن اتفضل. عادي يا كابتن لما تضغط عليا شوف انا بقولها لك ان هم عايزين دائما يا كابتن بدني يكون وحش. بص يا كابتن ايمن دائما لما بتغيب عن المباريات وبتغيب عن اللعب كتير حساسيتك بتقل. قراراتك بتبقى غلط. بطيئه يا كابتن شريف. لياقتك البدنيه ما بتسعفكش انك انت تقدر تعمل اللي انت كنت بتعمله قبل كده. ايوه فعلشان كده النتيجه دي حصلت النهارده. ايه المبرر ان نخسر النهارده 3-0؟ مع احترامي لسموحه ما عملتش حاجه لكن عندها حاجه واحده بس واقفه على رجليها اكتر منها. عادل لا عشان بس ندي كل واحد حقه. لا مش عشان هو لا وافق طبعا بدنيا احسن لكن هو كان بيلعبك النهارده باسلوب معين ولحد كبير نجح فيه اللي هو يعني لعبك على المرتده وقفل كويس. عيب هو بص من بدايه المباراه اي لقطه من بدايه المباراه سايب لك نص الملعب اتصرف فيه زي ما تحب تمام. لكن بعد كده المساحات قليله جدا جدا جدا.
المرتين اللي استغلت فيهم سرعه لعيب عندك والتمرير صح اللي راح المكسوني. ايوه صح. بس لكن هو لعبك صح على كابتن علاء زي ما انت بتقول كده. علاء انت دلوقتي الشوط الاولاني الفرص الاخطر للنادي الاهلي طبعا هم استغلوا فرصه وجت جول ولعب ثانيه واحده بس هقولك بس ولعب على بعد كده دفاع ويلعب على هو طريقته اخطاك ورا ماشي. انا مش عايز اجيب المبرر كله ان كل واحد ما يباصي غلط كل ما يضيع كوره تقول ايه بس هو عشان كان بعيد عن الماتشات ماشي فيها جزء ان الواحد بيبقى بعيد عن الماتشات فنيا ذهنيا بيبقى مختلف لكن حتى في ماتشات هو جاهز بيخطأ الأخطاء دي وبيضيعوا الفرص دي. أسامة بص يا أسامة هو ثانية واحدة يعني تخيل أنت لو مكسوني أول فرصة دي أحرز منها الهدف كان هيبقى الشكل. أيوه طب أنا أقول لك حاجة بالظبط هو لك حاجة من 1907 والنادي الأهلي كل الفرق بتلعبوا كده بتلعبوا من ورا وبيعملوا على الهجمة المرتدة والحاجات دي كلها لكن اللعيبة لما بتبقى فايقة احنا كل الدوري يا كابتن كل الدوري بيلعبونا حتى احسن فرق في الدوري بتلعبك زون ديفنس كلهم بيقفوا لك ورا. طب احنا اتغلبنا ليه النهارده؟ ما هو اللي انا بقوله لك عدم في اسباب اسباب من اهم اسباب عندي بعد اللعيبه دي عن الملعب كتير وفي لعيبه مغيره مراكزها كتير ايوه مفيش طيب ديفندرات طيب ماشي مش بس انك انت بعيد عن الماتشات بعيد عن الماتشات دي جزء من حوالي بيقول لك لسه السبب من ضمن الاسباب انا لسه كنت هكمل لك انت لكن ما تحملهاش كلها اصل اللعيبه عن الموضوع عن الماتش لا مش دي يا كابتن أسباب. اهم حاجه قرب اللعيب من الملعب يا كابتن بقى دي البدايه ده المفتاح انك انت اتغلبت في لعيب في لعيب ممكن يكسل يغطي مكان لعيب خلينا ننقل بقى يعني مباراه وعدت ان شاء الله الشكل والاداء يكون افضل المباراه القادمه ان شاء الله ننقل بقى على منتخبنا و كاس افريقيا اكتسبنا فوائد كتير قوي في المباراه اللي فاتت ده غير المكسب طبعا والتوفيق من عند ربنا يعني ايوه اكتسبنا جرأه وشخصيه لعيبه بتقدر تروح على الجول دلوقتي وتقدر تهدد فرقه كبيره زي كوت ديفوار التي لا تقل عن فرقه المغرب. اعتقد المدير الفني عنده رؤيه دلوقتي لبعض اللاعبين وبعض المراكز اللي هو لازم يكون عنده وسط ملعب هو اساس وميزان الملعب كله هو اللي بيدي حريه اللي كان الفراوده كلهم اذا كان يتحركوا اذا كان مرموش النهارده بيخش لجوه وعنده صفه التهديف او التصويب الكره بتاعه اللي جابها في العارضه دي لو اتكررت مره او اتنين ورا بعض اعتقد كان ممكن يجيب جول منهم يعني لو كان عنده نفس الفكر ونكرره ساعات احنا بنخش بنعمل واحده بتتصد بنعملها تاني نبص نلاقيها راحت في الجول الخطوط كلها وحريه تحركات في المراكز لمحمد صلاح والنزول محمد صلاح وطلوع الباك رايت بتاعك خدت بالك انك انت تقدر حجازي في نفس الوقت يبعت الكره الطويله دي اذا كان لصلاح او للراجل العكسي اللي هو ده شكل الباك ليفت بتاعك لما رجع عمل حريه وشباب وسرعات وفكر وبيقف على كورته وعنده ثقه وعنده شخصيه اكتسب كل ده في المباراه ما كناش احنا هنا رايحين نلاعب كوت ديفوار كان عندنا الاحساس ده كله كان عندنا الامل ان ده كله ده هيتحقق فهو دلوقتي تحت واقع ان في حاجات اتحققت كتير قوي مكاسب كويس مكاسب كان انت بتروح 7-8 كور بتشوفها انك انت ممكن تحرز اي اهداف عندك روح مصطفى محمد يمكن انه ما عملش اللي هو مطلوب منه قوي كهجوميا انما بينزل نص الملعب وبيدافع وبيعمل ده وكوارث وبيتزحلق كلمه ان ديفند فيرويد يرجع مع لعيب ويعطله ويتزحلق معاه ويوقفه او يعمل فاول تكتيكي او دي روح خلينا كابتن شريف نفكر بس المشاهدين بالمباريات اللي اتلعبت في دور ال 16 الجابون وبوركينا فاسو فوز بوركينا فاسو بركلات الترجيح سنغال كاب فيردي فوز السنغال على كاب فيردي المغرب ملاوي المغرب تأهل مصر كوت ديفوار مصر نيجيريا تونس تونس غينيا وجامبيا جامبيا وصلت مفاجاتها وتأهلت وفازت على غينيا مالي غينيا الاستوائية مفاجأة غينيا الاستوائية فازت على مالي ولو بركلات الترجيح مفاجأة من ضمن المفاجآت الكاميرون وجزر القمر الكاميرون كسب 2-1 بالرغم من ان جزر القمر كانت بتلعب بدون حارس مرمى 9 لعيبه وتسع لعيبه في الملعب ومع ذلك الكاميرون كسبت 2-1 بصعوبه و ف
في شكل من الاشكال لو تتفرج فرقه المغرب ملاوي جابت جول وابتدت المباراه بضغط جامد جدا على فرقه المغرب. ده اللي يهمني في كل الماتشات اللي فاتت دي كلها. هو ماتش المغرب مع ملاوي هو ده. انا رايح العب المغرب بقى، ربنا وفقني قدام كوت ديفوار بالشكل الجيد اللي احنا ما كناش متوقعين فيه ان اللعيبه توقف على حالها وتجري الجري ده كله بنفس الروح دي. لكن في علامات مميزه في فرقه المغرب غير افريقيا والملعب اللي هتلعب عليه غير الملعب اللي انت لعبت عليه كارضيته. الارضيه دي هتبقى احسن بكتير جدا، تقدر تنقل الكوره عليها كويس. تقدر تمسك الكوره عليها كويس. تضرب عندك السرعات وانت بتعمل السلو باس تبقى شايف اكتر، والحكايه مش هتبقى انا رايح العب ده دايما لعبت ضد كوت ديفوار بس. حلو طب من وجهه نظرك يعني عشان نعدي المغرب لازم تمسك. انا دايما كان يجي يقول لنا ايه مين اقوى ناس في الفرقه الثانيه فلان وفلان وفلان، احنا عندنا مهام مع الناس دي كويس. وهم مين بقى يشوفوا احنا محمد صلاح ويشوفوا مصطفى ويشوفوا مرموش وهم عندهم قصتهم هم حكايتهم معانا. انما كنا بنتكلم انا وانت وعلاء قبل بتاع واسامه وعادل عن نص ملعب مصر صح. ده اساس القصه. انت عندك غياب النهارده لازم توفر مكان حمدي فتحي نفس الشكل نفس المجهود نفس المهام اللي هو طلع انني من احسن لعيبه يعني حمدي فتحي تحركاته كلها والشكل اللي عمله ده. فالمهند هو اللي هيبقى موجود انت شايفه ترشحه ولا هيبقى زيزو اللي هو المهاجم المدافع المهاجم ولا ايه الشكل انت هتوصل له لغايه يوم الحد بالنسبه لمباراه المغرب من القوه الضربه اللي عندها عندهم انت تقدر توقفها ازاي وتتحكم فيها ازاي وده الاساس. لان الباك رايت بتاعهم عامل مساعد جامد جدا لعرضيات لشوتينج لضربات ثابته مميز حكيم مميز فالحكايه سهله قدامك كنت شايفها، الصعب في التنفيذ ازاي توقف الحاله دي. وانت عندك من السرعات والاحترام لنجمك محمد صلاح انه في اي وقت مع شمال افريقيا يمكن الارض ما كانتش مساعداه في المباراه اللي فاتت، اعتقد ان لو كانت ارض سليمه وكانت كان بيخش في وسط اثنين وثلاثه وبيعدي منهم وكان عنده الروح وعايز الاداء. وزي ما احنا قلنا السوشيال ميديا حركت لعيبه مصر كلها وطلبتهم باقصى حاجه عندهم، فالاقصى والاقصى هيبقى في الماتش اللي جاي. أيوة. الاقصى والاقصى قدام المغرب الاخوه ده بقى شكل عربي بحت دلوقتي. جود لك لاي حد فيهم ان شاء الله يوصل، كنت اتمناها طبعا. دايما المباريات دي بيبقى فيها شيء من صعوبه طبعاً انك تلاعب دوله شمال افريقيا بالنسبه لك هو هي دي الكوره. أيوة. بيلعبوا زيك، عندهم نفس التالنت، عندهم نفس الفرديات، عندهم نفس الشكل حتى الفكر الشكل التكتيكي اللي هو يضربوا اي فرقه في افريقيا. افريقيا مهما كانت اللعيبه بتاعتهم ما بتعرفش الديفنس بتاعهم يقف صح. أيوة. عندهم غرور شويه في الاداء وعندهم ما زالت الاخطاء الدفاعيه برضو غالبه على ما زالوا عندهم شيء كده زي غانا كده من التعالي على الكوره ان هم اسياد افريقيا وبيلعبوا في كلهم محترفين بره. انما الواقع ما بيخشوا في افريقيا يلعبوا على الملاعب دي ويلعبوا مع فرق تانية بيبقاش هو اللي بيتمنوه يعني. فمباراه المغرب اقوى بكتير من مباراه طبعا كوت ديفوار. كوت ديفوار ولكن امكانيات كوت ديفوار اقوى كانت وانا كنت مرشحها ان هي تاخد البطوله بصراحه جنب الكاميرون. انما الحال دلوقتي ان انت في مكان تقدر تحقق لنفسك شكل الشكل اللي تخلص من كوارتر فاينل ده وتروح على سيمي فاينل. ان لو رحت سيمي فاينل انا بصراحه يعني هشكر الجهاز الفني وهشكر لعيبه مصر، وانك انت تلعب على اول وتاني او ثالث ورابع في الوقت اللي انت فيه وبتلم تعمل فرقه وتجهز نفسك وعايز تشوف ماتش هتلعبه مع السنغال بتعتبره انجاز؟ انا اعتبر الانجاز ان انا عادي المغرب، هعتبره انجاز كبير جدا باذن الله. صحيح يا رب. كابتن علاء يمكن قلنا نتائج المباريات دور ال 16 من وجهه نظرك كان ايه المفاجاه بالنسبه لك؟ المفاجاه الفرق الصغيره كلها اللي كانت بتادي. البطوله دي فرق صغيره هي اللي بتادي وهي اللي بتعمل مشكله للفرق الكبيره عشان بيلعب من غير ضغوطات وعايز يلعب كوره يعني. حتى تفكير في افريقيا اتغير، الفرق الصغيره لا انا هلعب كوره ما عنديش ضغوطات احاول اكسب وهلعب وكده ما عندهمش ما عندهمش يعني. بوركينا فاسو وصلت وبتلعب بس بوركينا فاسو تحس ان هي من فتره ايمن اسمها بدا يعلى في افريقيا مزبوط. دي حقيقه. لكن في فرق ممكن يعني كاب فيردي يعني الراس الاخضر دي احرجت الدنيا كلها وكانت فرقه ممتازه وكانوا بيلعبوا ناقصين ومكملين المباراه وبيلعبوا كوره عايز العب كوره بتمتع. ده اللي كان ناقصنا احنا في اول ثلاث مباريات، عشان كده كان في غضب جامد جدا في الشعب في الشارع الرياضي من لعيبه وفي ومشجعين ونقاد لعيبه قديمه اللي هو انت ما ينفعش يبقى ده شكلك.
ليه تلعب كرة كده يعني؟ ليه يبقى ده شكل ادائك؟ في عوامل، هو كان بيعمل تشكيلات غريبه، تغييرات غريبه، توظيف لعيبه غريب جدا، عشان كده بقول لك كل العوامل امبارح يعني اتحطت في مكانها الصح، تشكيل صح، طريقه صح، وادائك صح. بس الجمهور مش هيقبل باقل من كده. ما هو مش هيقبل طالما ده موجود. بالظبط، ما هو عشان انت كده يعني اللي عارف الناس بتقول ايه الوقت على كارلوس كيروش، انت خدت وقت طويل قوي عشان توصل للمنظر الطبيعي. أيوه. بتاع المنتخب. صح. يعني هو ضيع، يعني ضيع من شعبيته وضيع من شعبيه المنتخب عشان يوصل للشكل الطبيعي ده. الطبيعي ده انت ما عملتش حاجه. أيوه. شكل طبيعي منتخب مصر لازم يظهر بكده. في الدفاع كويس او متماسك، نص ملعبه كويس جدا، بيتحرك كويس، عندك مهارات لعيبه كتيره جدا في الخط الهجومي، عندك لعيبه مهاريه جدا تقدر تستغلها كويس قوي، عندك دكة بدلاء ممتازة كويس، عندك كل الإمكانيات اللي تخلي شكلك بداية بس امبارح بس ده مش الشكل. أيوة النهائي. لو الشكل النهائي يبقى مصيبة. لا في أحسن طبعا، امبارح بس في تطور. امبارح ما هو تطور عشان اللي كان قبله كان أسوأ، كان كانش فيه ده طبيعي امبارح يا أيمن. ثلاث مباريات ده شكلك السيء. أيوة. في كل حاجة، لكن امبارح لا، ده اللي هو إيه، ده منتخب مصر وصل كاميرون. يعني ده أنا بعتبرها امبارح، أنا بالنسبة لي دي اول مباراه منتخب مصر، بدايه منتخب مصر. مظبوط. الطموح لازم يزيد، التركيز يزيد، لازم تذاكر فرقه المغرب كويس قوي. صح. لان عندهم اكتر مفتاح لعب كفريق وكمان لعبه فرديه. جماعي فردي. انت بتقابل بكره. مظبوط. فرقه فريق محترم جدا جماعيا، من افضل فرق البطوله. طبعا طبعا، جماعيا كويس قوي وفرديا لعبه كويسه قوي. التفكير غير افريقيا السمراء خالص، التفكير في المباراه ازاي اجريك في المباراه، ازاي اهدي المباراه. شمال افريقيا من اكتر الناس تعرف تتحكم في ريتم المباراه. لو لقى انك اللي هو تعب يقدر يتحكم في نفسه، لكن امبارح جت فتره كوت ديفوار بدنيا وقعوا منك. كويس، حتى التغييرات بتاعته ما اسعفتش. مظبوط. لكن اما تلعب مع شمال افريقيا لازم تلعب بذكاء شديد جدا جدا جدا، اللي هو انت ما تضيعش ثانيه اللي انت بتفكر تعمل فيها ايه. هو ده شمال افريقيا، عايز تكسب بكره المغرب ان شاء الله ربنا يكرمنا، ولا يوم الاحد. لازم تشكيلك يبقى كويس قوي على حسب الفرقه تلعبها وحسب امكانياتها، طريقتك هتبدا ازاي، ولاعيبتك تديهم بس الاحساس ان مباراه كوت ديفوار ما هي الا بدايه، مش ان احنا وصلنا لاعلى مرحله خالص. دي بدايه منتخب مصر. سبع بطولات افريقيا يا ايمن، وكم لعيبه انا شايف ان هم كم لعيبه ممتاز، ما عندكش فيه مشكله خالص مع بعض اللعيبه اللي سبتها هنا في القاهره، كانت لازم تروح معاك، لكن خلاص دي نقطه انتهت. فمش هينفع ولا تفنن في التشكيل وتفتي ولا تعمل طريقه لعب غريبه ولا حاجه خالص. بص يا كابتن، طالما يعني بص، هو مستر كروش جرب كذا حاجه كويس، وصل المباراه امس لاعلى مستوى لمنتخب مصر الفتره الاخيره، اللي هو انا اللي هو التشكيل المناسب لمنتخب مصر كويس، وكسب الجيم كويس، حتى لو كسب ركلات ترجيح، انما كان هو في خلال المباراه كان هو الاقرب كويس نتيجه الفرص اللي وصلت للمرمى. ما اظنش ان مدير فني لا انا عارف بحجم مستر كيروش أنا عارف. ان هو يالف المباراه اللي جايه. لا لا لا، ما انا بقول لك هو بس يعني. هيبقى في تغيير طبعا نتيجه اصابات، هيبقى في تغيير اللي هو حمدي فتحي. هل انت محضر البديل ولا هتقلب 4-2-3-1 رسمي؟ بس ما بيلعبهاش. اللي انا مريحني ان هو بيلعب 4-3-3، بس دايما كان عنده مشكله في الثالث، مره عبد الله السعيد، مره زيزو، مره تريزيجيه. لما يعني الحمد لله ربنا هداه، ده حمدي فتحي. بالزبط. لان حمدي فتحي ده ورقه موجوده كده في الملعب تحللها كل المشاكل الموجوده. يبقى انت بتتكلم على بديل حمدي فتحي. بديل حمدي فتحي انا من وجهه نظري مهند. زيزو لا، زيزو مش لعيب وسط ملعب خالص. زيزو راجل على الاطراف، لو حبيت دايما تخليه تغييره بيعمل تنشيط مش طبيعي. مظبوط. عنده ثقه في نفسه، لعيب مقلق، لعيب خطر. لكن صح، تبدا بيه نص ملعب استحاله. وفي واحد كمان بس هو للاسف هو مش عارف هو مسفره مهمشو. امام امام عاشور. لا يعني لعيب نص ملعب كويس جدا، عنده امكانيات كويسه، بس هو مش يعني مش في دماغه، مش يعتبر الاقرب. مهند. انا من وجهه نظري الاقرب مهند، ثلاثه في نص الملعب والثلاثه اللي في الروضه زي ما قال كابتن شريف، ثلاثه زي ما هم. صحيح. ست لعيبه محترمين كويسين جدا، ثلاث في الروضه مولئين جدا. عندك اثنين على الاطراف. لا زي ما انت بتحترم فرقه المغرب، انا متاكد ان فرقه المغرب طبعا بتحترمك كويس جدا. طبعًا. جدا طبعًا. جدا طبعا. واهم حاجه ما يمكنش ليهم سبق التهديف، انت اللي يكون ليك سبق. طول ما انت جوه الجيم انت اللي متقدم،
هتبرجل لعب المغرب كله. هتخليهم يتعصبوا وتخليهم وانت تقدر تصطاد، خاصه ان معاك من اسرع لعيبه العالم اذا كان تريزيجيه على ناحيه الشمال او محمد صلاح. وهو مع احترامنا للفريق المغرب انما هم لما بيتقدموا بهدف بيبقى ليهم اسلوب معين كده، هيمسكوا الكره عليك وهتضيع وقت كده. بس نتمنى ان شاء الله التوفيق لمنتخبنا باذن الله وتقديم مباراه حلوه هم ومنتخب المغرب. كابتن اسامه، بالنسبه للنتائج دور ال 16 تعتبر من وجهه نظرك طبيعيه، ومنتخب مصر مستر كروش واللعيبه زي ما قالوا الكباتن كابتن شريف وكابتن علاء، ايه المطلوب منهم ماتش المغرب عشان يتخطوا المغرب؟ هو النتائج معظمها طبيعي باستثناء يعني مفاجاتين اللي هي جامبيا وغينيا، كان متوقع اكتر غينيا تكسب ما كسبتش. مظبوط. الكاميرون وصلت طبيعي، السنغال وصلت طبيعي، المغرب وصلت طبيعي، بوركينا فاسو والجابون برضو المستويين متقاربين جدا. يعني ما كانش هتبقى مفاجاه ان الجابون يكسب او بوركينا فاسو. مالي وغينيا الاستوائيه يعتبر برضو مفاجاه نسبيا. طبعا مفاجاه، بس خلصت بضربات الجزاء. هم كانوا اصعب ماتشين تونس ونيجيريا ومصر وكوت ديفوار. بالظبط. اي حد في الاربعه كان ممكن يكسب. يعني نيجيريا كانت ممكن تكسب تونس، تونس كانت ممكن تكسب نيجيريا، ده طبيعي. مصر ممكن تكسب سهل العاج، سهل العاج كان ممكن يكسب مصر، لكن معظم الماتشات الثانيه كان فيها فروق واضحه للفرق اللي كسبت. أيوة. باستثناء المفاجاه بتاعت مالي وغينيا دي اللي كانت برده فيها مفاجاه شويه يعني. صحيح. ماتش تونس ونيجيريا، مصر تونس ونيجيريا ومصر والمغرب اتلعبوا تقريبا باسلوب مشابه. مصر وكوت ديفوار. مصر وكوت ديفوار وتونس ونيجيريا. أيوة. تونس ومصر الاثنين اتحطوا تحت ضغط جماهيري كبير جدا بعد نتائج تونس السلبيه وطلعهم ثالث في المجموعه، وتهاجموا كتير جدا. أيوة. والمدير الفني تهاجم كتير جدا واللعيبه تهاجمت كتير جدا. نفس الشيء مصر بادائها في الثلاث ماتشات اللي قبل ماتش ساحل العاج اتفاجئوا كتير جدا، والترشيحات في الماتشين نسبيا كانت رايحه لساحل العاج اكتر والنيجيريا اكتر. مظبوط. الاثنين لعبوا باسلوب متقارب تقريبا اللي هو دفاع في وسط الملعب، تضييق مساحات، لان الفرقتين كانوا متشابهين قوي. نيجيريا وكوت ديفوار عندهم تسليم واستلام كويس قوي من لعيبه نص ملعب، عندهم سرعات لو جارتهم في الضغط الامامي واللعب هجمه بهجمه وكده كنت هتتقابل بسرعات كبيره جدا، وانت كانت عندك مشكله في خط وسط ملعبك في الماتشات اللي فاتت في الارتداد للدفاع والتحول للهجوم. التحول بالظبط. الاثنين كانت عندك عجز فيهم، يعني كنت تحس ان صلاح ومرموش ومصطفى محمد في حته. صح. وعبد الله وقبل ما الماتش الاخير يعني عبد الله والنني وعمرو سليه يا اما تحت قوي يا اما فوق قوي مش قادرين يرجعوا. كان في فجوه كبيره في نص الملعب في ماتش نيجيريا، في ماتش حتى لما كان حمدي بيلعب في الماتش الاولاني بتاع نيجيريا، في ماتش غينيا في بعض الفترات، لان غينيا برده لعبنا فيه فترات معقوله، ماتش السودان رغم مع احترامي الكامل لفرقه السودان يعني لعيبه كتير متجدده وصغيرين وكده. فانت لعبت باسلوب ناجح واخترت تشكيل ناجح، وكمان من 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 توفيقك ان اللعيبه كلها كانت في يومها. ايوه. ودي برده المدير الفني بيتمناها، ان انا بحط خطه معينه وكل اللعيبه تقريبا في الحاله الفنيه والجاهزيه البدنيه والذهنيه والتركيز العالي. وانا قلت لك من اسبابها موضوع النقد الكتير للجهاز الفني واللاعبين، حط اللعيبه تحت ضغط وتركيز ان احنا لازم نعبر عن نفسنا ان احنا مش كده، واحساس بالمسؤوليه. ايوه، ما هو طبعًا. احساس بالمسؤوليه ان احنا احسن من كده. مزبوط. واحنا هنوريكم في مصر ان احنا امكانياتنا احسن من كده، واحنا معانا احسن لعيب في العالم واحنا كذا. فعلا تفوقوا على نفسهم. صح. بتنظيم جيد من المدير الفني واللاعبين، وحتى في التغييرات كنا موفقين فيها، وقلنا لما نزل زيزو تريزيجيه ادوا نفس تاني لان كنا ابتدينا نقع. صح. رغم ان تريزيجيه كان بعيد عن المشروع بس ابتدى يجهز. صحيح ضيع فرصه او بس فرصتين، كان مؤثر هجوميا، لكن شدك لقدام. مزبوط. كتير جدا. مزبوط. يعني احنا رحنا بكور خطر اكتر لما تريزيجيه نزل وزيزو. فالماتش الجاي مشابه لماتش كوت ديفوار، ماتش مصر والمغرب مشابه في حاجات كتيره. أيوة. مع فارق زياده المواجهات العربيه. أيوة. الشمال الافريقي بتبقى فيها شده شويه. مزبوط. وهي دي اول حاجه لازم اللعيبه تاخد بالها منها. مزبوط. ان هي ما تبقاش عصبيه.
ان هي ما تتنرفز، ان هي تبقى مركزه في اللعب بس طوال ال 90 دقيقه او ال 120 دقيقه اذا وصلت ما تطلعش بره الجيم. بره الجيم دي واحده. الحاجه الثانيه الضربات الثابته هم مؤثرين فيها طول عمرهم، مميزين فيها. وفعلا عندهم نايف اكرد السردباك ورومان سايس السردباكين طوال بيلعبوا دماغهم كويس بتلعب. وحاجه فيهم غريبه جدا الاثنين شول، انا اول مره اشوف سردباكين مع بعض يلعبوا شول، بس اثنين مميزين جدا. وحكيمي كمان طبعا بيعمل الكره الثابته كويس قوي. كنت اقول لك حكيمي كمان بيعمل الكور ثابته كويس هي. وطبعا مفتاح لعب هايل، لكن احنا عندنا مفاتيح هايله لازم تقفل عليها. هم مشكلتهم بيلعبوا باربعه في نص الملعب اللي هم سفيان بوفال ومرابط بيلعب وسط مدافع زي حمدي فتحي كده ما بتقدمش قدام الدفاع، وفي ثلاثه اللي هو سفيان هايل ملتزم قوي جدا والتحاماته قويه صحيح. وبيلعب سهل من من الوسط المدافعين الكويسين مزبوط. وبيلعب سفيان بوفال ولوزا واملاح املاح ده تملي بيكمل هو 15 بيكمل مع الفراوده هو ولوزا 7 وسفيان بوفال الثلاثه وايوب الكعبي والنصيري قدام بيلعبوا براسين حربه ايوب الكعبي ونصيري. اختارهم مين اسام؟ اما فيهم كذا سفيان بوفال خطا اللي هو ده اختار واحد فيهم اختار واحد فيهم هو دايما بيجي على مساحات ولاعيب مهاري كويس مظبوط. وطبعا الانطلاقات الكتيره من حكيمي مزبوط. بدني عنده عالي جدا وقوي وبيطلع على طول صحيح. هو مش مهاري قوي بس هو قوي وبيطلع على طول فطبعا الماتش هيبقى متقفل وصعب من الناحيتين فاستغلال الفرص مهم جدا، عدم النرفزه مهم جدا، اللعب على الضربات الثابته مهم جدا، واخيرا بقى توفيق ربنا لانه احيانا صحيح. انت بتبقى عايز التوفيق ده مزبوط. زي الماتش اللي فات مثلا زي ما علاء مايوب قال كيسي ده افضل لاعب في فريق الساحل العاج طلع في الدقيقه 29 فرق كتير قوي في نص ملعب طبعا. فنتمنى كمان التوفيق يبقى معانا واللعيبه تلعب زي ما لعبت كده وتوري الشعب المصري ان هم على قد المسؤوليه، بعد كده التوفيق بتاع ربنا باذن الله. رب. كابتن عادل رؤيتك لدور ال 16 وماتش المغرب القادم للمصر ان شاء الله. بص يا كابتن من اخطر الفرق في بطوله افريقيا وافضلهم تجهيزا قوه لعيبه محترفين على اعلى مستوى قدرات في المهاره الفرديه والجماعيه. يكفي انك تعلم ان اكتر فرقه بتروح على الجون هي فرقه المغرب بالارقام هي الفرقه رقم واحد صح. سفيان بوفال بيلعب ديفندر وطرف شمال وراس حربه وبيرجع تاني طرف شمال. هم ما عندهمش مركزيه في الخمسه الاماميين او السته الاماميين اللي هو ما عدا سفيان مرابط هو اللي واقف هو المرابط. على فكره سفيان هو المرابط في نص الملعب. على فكره سفيان ليه اخ اسمه طرف يمين هو ما في المنتخب بس ما بيلعبش الايام دي المرابط الكبير اللي هو كان بيلعب في النصر السعودي. المرابط عمران لوزه من افضل اللاعبين اللي هم بتوع نص الملعب. نص الملعب سليم املاح والمرابط ولوزه الاثنين اللي بيكملوا عمران لوزه واملاح تمام. ولكن المهم في مين؟ في ايوب الكعبي ويوسف النصر. ده اكتر واحد في العرب كلهم بيلعب بدماغه يوسف النصير. حتى الجون اللي جابه جاب الجون اللي فات جون التعادل اللي هو عشان كده هم خطر لانه عندهم اربعه اجمد من اجمد الناس اللي بيلعبوا في الكور الثابته اللي هو غانم رومان سايس ده السيرد باك ومعاه نايف اقرد ومعاه اللي بيطلع كمان اسمه سفيان بوفال بيشتغل بدماغه كويس يوسف النصير وايوب الكعبي من برضو الناس اللي بتلعب بدماغهم كويس. انت لازم تقابلهم الناس دي ازاي؟ اول حاجه لازم ثلاثه نص ملعب عندك بقدرات حمدي فتحي الثلاثه ومع النني ومعاه السليه مش هيبقى موجود هيبقى عندك مشكلة حمدي ما يبقى عندك هو مشكلة هيبقى حمدي فتحي لو حمدي فتحي لو غاب هتبقى مشكلة كبيرة أي. عندك ليه؟ أي. لأنك اللي هتعوض بيه حمدي فتحي أنت ما عندكش إلا اثنين مهند لاشين أو إمام لا إمام عاشور بس هو مش هيفكر في إمام مش هيفكر في إمام أنا ممكن يفكر في مهند مش هيفكر في إمام شوف يا كابتن هو يمكن هيدي مهند لاشين بس دول من أفضل اللعيبة اللي عندهم اللي بيشتغل يعني واحد فيهم اللي هو املاح او لوزه عمران لوزه شغال بس لاشرف حكيم ايوه اول وحاجه ثانيه نايف اقراد او ياسين بونو
سوري اول او غانم رومان سايس الاثنين بتبص حتى رومان سايس بيلعب بشماله. كابتن اسامه قال لك اول مره اشوف الطرف سيرزباكين شوف الطرف الشمال ادم ماسينا يا كابتن بيلعب طبعا ادم ماسينا شويه اشول برضه خلي بالك اشول لكن بكلم على السيرزباكين شوف نايف اكراد وغانم ورومان بس بس يمكن اكراد بيلعب برجله اليمين اكتر شويه. لا والله الاثنين بيلعبوا شويه بس يعني رجله اليمين احسن من سايس رومان غانم سايس بيلعب بافضل بس هم السيرزباكين كويسين. اشرف حكيمي اشرف حكيمي هو الطرف اليمين ايوه اشرف حكيمي بيلعب ومن فوق يا كابتن اللي بيعوض اشرف حكيمي عمران لوزة ونايف اقراد دايما واقفين في الحته دي والمرابط لو حصل ان الاثنين دول كانوا مكملين واقف على طول في الحته. اخبار الجون بتاعهم ايه؟ ياسين بونو من افضل الاجوان بيلعب في الدوري الاسباني جون عالي بس هو الماتش اللي فات بس اللي كان معزوز بس هي الكوره اللي دخلت دي لكن هو كان الماتشات اللي قبلها كان كويس ده بقيه الماتش ما عرفش لا هو كان معزوز شويه لكن الماتشات اللي قبلها كان كويس لازم لازم اول حاجه يتوقف له ويتعمل له السبورت في الواحد ضد واحد لانه من اكتر اللعيبه بيعرف يجيب بنالتي ويمكن ما جابش كتير بس اتضرب كتير قوي في المباريات لكن هو دريبلر عليه قوي فده في خطوره علينا لو عمر كمان عبد الواحد لو هاجم ومحدش وقف له تحت شويه علشان كده بقول لك حظنا يبقى جميل لو حمدي فتحي خف وقدر لا ما يلحقش ما يلحقش ما يلحقش والله شوف حمدي فتحي عمل حاجه في مباراه الساحل العاجي يمكن الناس كلها ما ادتوش حقه حمدي فتحي من افضل اللعيبه في المباراه دي لان حمدي فتحي اللي كان بيسدد كل الثغرات اللي بين الناحيه الدفاعيه فانا كنت اتمنى ان هو يبقى موجود لو ما بقاش موجود يبقى انت شكلك هتلعب بواحد من الاثنين لا مهند لاشين لا واحد بقى التفكير اولا في مهند لاشين اكيد هو بص اعتقد هي هتبقى بين مهند لاشين وزيزو رغم ان انا مع علاء ان زيزو لا ممكن لا ممكن زيزو يا كابتن هقول لك بس موجه ثانيه طب هقول لك بس هو زيزو بينزل الشوط الثاني او في بتاع بيزود الناحيه الهجوميه وبيعمل ناحيه تنشيطيه ايوه بس احنا بنتكلم في غياب حمدي فتحي هو هيفكر في حاجتين يا مهند لاشين على طول هيبقى مكان حمدي فتحي يا اما هيلاعب النني مكان حمدي فتحي وهيلاعب زيزو كابتن زيزو مع زيزو لو غيرت الطريقه زيزو هيغير الطريقه ممكن عشان يلعب بثلاثه في وسط الملعب لازم لا يلعب مهند لاشين لا يلعب هو مهند لاشين اعتقد هيبقى الاقرب الاقرب علشان تلعب بثلاثه في وسط الملعب لكن لو لعبت زيزو من البدايه يبقى انت هتحولها 4-2-3-1 لا ليه يلعب ناحيه اليمين عادي انا عارف علشان زيزو اصلا الحته الهجوميه زيزو عنده السرعات للحته اللي قدام احنا اتفقنا ان زيزو زودك في الشوط الثاني كنت انا متفق معاك مش مختلف لكن زيزو مش عارف يشتغلك كنص ملعب عندهم ثلاثه نص الملعب اقوياء جدا انا بقول لك على تفكير الراجل ما فيش شك ان زيزو لما بينزل موجه ثانيه بيفرق مع الفرقه ايوه بس مش نص الملعب يلعب قدام الطرف انا بقول لك احيانا تفكير الراجل في بعض الماتشات لاعب زيزو ثالث في النص اللي هو كان بيقلب فيها اللي كان شكلها وحش لعب زيزو في اللعبه دي وهنا ولعب تريزيجيه ولعب عبد الله اقول لكم لما ربنا لما عملها مع تريزيجيه في نيجيريا هقول لك حاجه عشان ننهي الموضوع دوت الراجل مش هيقلف تاني ما هو انت استحاله يا ايمن ما هو ده الحلاوه هو انا وجهه نظري دي ماشي وجهه نظر اصلا دي مش هتبقى فيها تاليفه كبير مهند لاشين الاساس لكن لو لعب زيزو يمين والنني وعمرو السوليه برضو هتبقى عملها في ماتش نيجيريا خسرت نص الملعب طيب عملها بس عملها بتريزيجيه وخسرت نص الملعب هو لازم الثالث يبقى ديفندر لان الثلاثه اقوياء ده ممكن في حاله تريزيجيه دي يرجع تاني في الاول ماتش يحط مرموش وتريزيجيه طب كابتن شيكو هقول لك بس سريعا قبل ما تقول في حاجه ثانيه في فرقه المغرب برضو سريعا بس هقولها هقولها بسرعه عندهم ايقاع اللعب سريع جدا 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 ما بيهدوش طيب. يعني مش من الفرق اللي بتهدي رتم اللعب على طول ضغط 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 وجري وارتداد وعندهم لياقه بدنيه عاليه جدا يعني ارتداد سريع للدفاع وبعدين تدخل جول فانت عشان كده لازم تهدي الريتم شويه هو لما بيجيب جول بيعرف ازاي يهدي الفرقه اللي قدامه لما يجيب يمسك الكوره ويقعد من رجل لرجل بالظبط عشان هو على طول الحماس اللي هيبقى فيها الفريق المنافس لكن هو ريتمه لا ريتمه سريع لحد ما بيحرز هدف صح كابتن شريف ندخل بقى على مباريات دور الثمانيه وتوقعاتك عندنا جامبيا والكاميرون بوركينا فاسو وتونس مصر والمغرب والسنغال وغينيا الاستوائيه
تبتدي بجامبيا والكاميرون. الكاميرون طبعا قوة بدنية وسرعات في الملعب واصحاب الارض. بوركينا فاسو وتونس. اتمنى تونس بس انا شايف بوركينا فاسو. شايف بوركينا فاسو الاقرب. نعم. طيب السنغال وغينيا الاستوائية. السنغال. مصر والمغرب. ان شاء الله مصر. ان شاء الله مصر. كابتن علاء جامبيا والكاميرون. الكاميرون. الكاميرون. بوركينا فاسو تونس. تونس. مصر تونس. مصر والمغرب. مصر ان شاء الله. مصر ان شاء الله. السنغال وغينيا الاستوائية. يا الأقرب السنغال. السنغال. كابتن أسامة جامبيا والكاميرون. الكاميرون. بوركينا فاسو وتونس. اه ده ماتش من الماتشات الصعبة. 50-50. لا ما ده مش لا ما احنا كنا قلنا ان سبسيد دول اي انا قلت انا قلت بوركينا فاسو ماتش صعب يعني جدا. طيب بس تونس تونس يعني تونس نتمناها تونس لما انا شايف. طيب السنغال وغينيا الاستوائية. سنغال. السنغال. السنغال والكاميرون انا باكد يعني 90% باكدهم لك باكد يعني. مصر والمغرب برضو نفس الشيء اقوله على تونس والمغرب 50-50 لكن نتمنى مصر ان شاء الله. نتمنى مصر ان شاء الله. مش هقول لك توقعاتك بس نتمنى كلنا مصر باذن الله. طيب كابتن عادل اخيرا جامبيا والكاميرون. كاميرون من غير نسب. انا لا ما انا ما قلتش نسب خلاص. كاميرون تونس بوركينا فاسو وتونس. لحظه كاميرون تونس السنغال يلا. لا لا سنغال مين؟ مصر. سنغال مين قلت؟ جاب واحدة واحدة عشان ما يتلخبطش. بوركينا فاسو وتونس. تونس طبعاً. تونس. سنغال وغينيا الاستوائية. سنغال. مصر والمغرب. بس مش عايز اقول مصر. ليه؟ ان شاء الله ان شاء الله منتخب مصر يتأهل. انا مش عايز حد من التوانسة يزعل مني. انا بتمناهم يكسبوا طبعا. بس انا زي ما قلت لك جامبيا كده هتكسب وكسب. يعني قلت تنبؤات. انا بقول تنبؤات كده وخلاص. كل الاحتمالات. كل الامنيات يا رب تكسب باذن الله. كل الامنيات الطيبه لمنتخب مصر في مباراه المغرب القادمه ان شاء الله. وباذن الله يتاهل المنتخب المصري للدور قبل النهائي او السيمي فاينل زي ما بنقول. هنروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل ان شاء الله هنستكمل لقاءاتنا مع الكابتن ناصر عباس للحديث عن الحاله التحكيميه. ارجوكم انتظرونا.